بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. طفح الكيل وبرغم كل شيء دائما بالقانون مش بالدراع. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. وقد طفح الكيل وفاض الكيل ونفد الصبر، لكن لا شيء إلا القانون. هكذا يفعل المتحضرون، هكذا يفعل المتحضرون، وهكذا تستمتعون الليلة بحلقة فيها أربع موضوعات مهمة. ما ضاع حق وراءه الأهلي نحو مزيد من زيادة الإنتاج، لكن تعالوا نستمتع بالأهلي. وأخيرا في ذكرى ميلاد الأيقونة، محتوى متنوع في كتير من الموضوعات، لكنه البداية. ما ضاع حق وراءه الأهلي. ما هو أنت يعني الحقيقة احنا عايشين في ظرف غير مسبوق، لا في أي لحظة زمنية ولا في أي مكان جغرافي، لا يعني لا على مستوى العالم ولا في أي لحظة أخرى، أن تأتي هذه الظواهر وتأتي هذه الضغوط ويأتي هذا الانفلات ويأتي كل هذا التجاوز وتلجأ دائما إلى القنوات السليمة حفاظا على هذا المجتمع. بص تخيل معايا لو حصل، لو انساق الأهلي لما يريده الآخرون، تخيل إن في اتنين بيتصرفوا بنفس الطريقة من الانفلات، الدنيا كانت هتبقى عاملة إزاي؟ صحيح. ولكن الأهلي من منظور المسؤولية والمكانة والتاريخ ودوره الريادي في الحفاظ على القيم والمبادئ والسلم الاجتماعي يتحمل الكثير. وخلينا نتكلم بوضوح أكتر. امبارح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جاب سيرة الأهلي وجاب تكلم كتير. مش امبارح يا استاذ ابراهيم، امبارح واول امبارح واول وهلم جرة، بس اخر حاجة اخر مشهد عبثي كان امبارح. هنا في أكتر من نقطة. النقطة العامة اللي تتعلق بالنادي الأهلي وقيمته وما حدث من إساءات شديدة جدا وتطاول متكرر في حق رموز وقيادات النادي الأهلي وجمهوره، دي مسألة هنتعرض لها لاحقا. لكن كمان فيما يتعلق بشخصي الضعيف، لأنه برضو جاب سيرتي وجاب فورتي وجاب فيفتي وجاب حاجات كتيرة قوي. أنا هنا عايز أتكلم يا باشمهندس في ثلاث نقاط سريعا بعد إذنك في جزئية شخصية. يعني أنت مش مكسوف وأنت مش وسيم كده؟ أنا بس أنا عايز أقول حاجة بس. الإنسان تملي مسؤول عن أخلاقه مش عن خلقته. حلوة قوي دي. لو أنت فاهم إن الإنسان مسؤول عن خلقته، لازم تعرف كويس قوي إنه إحنا لن نستدرج إلى ملعبك. أسهل حاجة التجاوز والتطاول، وإذا كنت أنت عندك لسان، عندنا لسان ربما يكون أطول وأعنف بالمناسبة، لكن إحنا اخترنا الصعب. والله. التطاول والتجاوز ده السهل جدا. أي حد في الشارع بيشتم أي حد، أي حد دايما وأبدا. التجاوز والغلط سهل جدا، الاحترام والانضباط والالتزام هو الصعب. احنا اخترنا الصعب، بس عايزك تبقى فاكر دايما، وانت فاكر الوسامة معيار مهم جدا. الإحساس الزائد والزائف بالوسامة ده اللي بيجيب لصاحبه الكافية، وأظن دي كافية. ده في الموضوع أو في الشكل، لكن في الموضوع ده حصل ليه؟ ليه؟ ما هي مش محتاجة أسباب. يعني أقول لك أنا ليه؟ يعني إذا الخطيب اتكرم هذا الموقف، إذا دعي إلى مناسبة دي هذا مشكلة. الموقف، إذا أحد إذا إنفانتينو شكره دي مصيبة. لا، ده إذا ما جاتش سيرته برضه دي مصيبة. هو أصل إنك تعيش على ذكرى، انك تجيب سيره الاخرين، ما دي مدرسه. طيب احنا الجزئيه الشخصيه قفلناها، وان عدتم عدنا وربما بشكل اشد، لكن فيما يخص الموضوع، لان الموضوع يهم الجمهور. مصر يا باشمهندس على فتره طويله جدا من بعد احداث يناير كان في كلام دايما وابدا على التوتر الامني في المباريات، وفي كتير عانينا انه الفرق الافريقيه مش عايزه تلعب في مصر عشان الحاله الامنيه مش سليمه، وكتير جدا نقل مباريات وفرق عايزه تيجي تلعب بس مفيش او في تحفظ على الامن. مع مباراه الزمالك
وجنراسيون فوت السنغالي لفت نظري حاجة. هو أنا قبل ما لفت نظرك، لأن أنا عارف عندك كلام كتير، أنا بس لفت نظري حاجة من اللي قلتها دلوقتي، حاجة واحدة. إنك بتقول كثيرا ما تعلل وتحجج بعض الضيوف من المنافسين وبيطلبوا نقل مبارياتهم. مش هنلعب. أنا بقى عايز أتوقف في اللحظة دي عشان أوجه الشكر لجيرناسيون إنه عمل العكس. والمدهش إن البعض يرى إن هذا خطأ ومؤامرة. ده قال إن مصر بلد الأمن والأمان، يشكر، وراح عمل سياحي ودعائي من الطراز الفريد، إنه راح المتحف وزار وقال للناس يا إخوانا مفيش، بصرف النظر عن غرضه من هذا الأمر، لكنه هذا عمل محترم، بدل ما كان يقدر يقلب الموقف ويقول أنا مش لاعب لعدم ملاعبة الأجواء. طيب ده مشكورين، تخيل عملوا هذا الكلام. تخيل بعد يعني كل هذه المعاناة من هذه الدعاية السلبية ضد بلدنا، جه اليوم اللي نلاقي فريق أفريقي منافس جاي يقول مصر آمنة جدا، وينزل بكاميرا يصور بغض النظر عن غرضه إيه. يعني أنا متفاهم، أنا مندي أنا متفاهم، إنما زي ما بيقولوا أي أزمة ليها وجه أبيض. الوجه الأبيض فيها كان هذه الدعاية الصحيحة والصريحة والمباشرة لأوضاع الحياة في مصر. فالتويتر اللي أنا كتبتها امبارح، جه اليوم اللي الفريق السنغالي هو اللي يتسابع علشان يثبت إن مصر بلد الأمن والأمان وكل شيء فيها تمام، بعد ما كنا عانينا. انا بقول ان جه اليوم اللي احنا الافارقه بيشهدوا لنا انه بلدنا في منتهى الامن والامان. حاجه جميله يا رب، يبقى اليوم ده كل يوم. وده انا قبلها او بعدها كتبت تويتر تاني عن مصر والحاله الامنيه اللي فيها، برضه في نفس الموضوع. شيء كويس لصالح بلدنا انه الفريق السنغالي يثبت بالدليل والصوره ان مصر بلد الامن والامان. شيء جميل. طيب قول لي بقى، انا رقم واحد عشان تيجي انت تفتش في النوايا، واصله ده يقصد يقول ان الزمالك عشان كده. هو انا لو هقصد الزمالك ولا هقصدك ما هقولها لك وش؟ هو انت اتعودت ان انا بتعامل معاك باي تحفظ كان؟ مفيش حاجه عندي اخشاها ولا اخاف منها. لو قاصد اللي انت فاكره هقوله وش على طول. لكن انا كان يهمني في هذه المشكله انه في وجه ابيض حقيقي لصالح مصر، نركز عليه، ان في دوله افريقيه نازله بكاميرا تصور المتحف المصري وتصور الاوبرا وتصور الشوارع وتقول مصر بلد الامن والامان، في عز ما يحاك ضدها وما يتردد عنها انه فيها توترات وفيها مظاهرات وفيها وفيها. ففي السياق ده اللي كان يهمنا. ده احد الجوانب المهمه جدا في الازمه. انت مش بتقول الكلام ده على نفسك، ده عندك ضيوف بيتجولوا بمنتهى الحريه وبيصوروا في الاماكن اللي الناس كانت عايزه تقول. فين بقى الجمله اللي يفهم منها ان الزمالك غلط؟ بالمناسبه الموقف القانوني للزمالك سليم، ده رايي الشخصي، لانه كون ان عنده جواب جاي من الاتحاد الافريقي هذا يكفيه. ما هو ده في الموضوع، لكنه لو انت فاهم تعمل الدوشه والهليله دي كلها علشان سيادتك عايز تفهم او فهموك ان انا كان قصدي كده، لا انا لو قصدي كده انت عارف هقولها لك وش، مش فارقه معايا. لكن يتفهم بهذا الشكل ويحدث كل هذا التطاول بحق النادي الاهلي وتعمل ليله كامله، لا اعتقد ده يا باشمهندس استدعى ان الاهلي ياخد خطوات قانونيه جاده. وربما كان الاستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي الاهلي معنا على الهاتف. طيب هنكلم الاستاذ محمد عثمان في شان الاجراءات القانونيه يا باشمهندس. هو في دراسه جاده. أولا في شقين في الأمر. الدراسة التي يقوم بها الأهلي الآن، ماذا حدث وتم في الشكاوى السابقة؟ ودي في جزء منها يخص اتحاد الكرة وش كده. لأن في لجنة الانضباط عندها شكوى ما حدش جاب لنا سيرة إيه اللي تم فيها. وبالمناسبة يا ريت نفكر الناس برضو على ما يجي الأستاذ محمد عثمان أو بعديه. طيب الأستاذ محمد عثمان المحامي الكبير، نقيب محامي شرق سابقا والمستشار القانوني للنادي الأهلي. أستاذ محمد أهلا بيك.
مساء الخير يا استاذ ابراهيم، على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام وعلى الباشمهندس عدلي. بنحتاجك كتير انت، مش عارف ليه اليومين دول. انا تحت امرك وتحت امر النادي الاهلي. ربنا يخليك. قول لي ايه جديد في السياق القانوني؟ يعني هو قبل ما اتكلم على الجديد، انا بس استعرض سريعا ان احنا في ذات السياق في ما تم ترويجه من اكاذيب ومن سب وشتائم بيراها ويسمعها الملايين، دي حمله ممتده تقريبا بقالها سنتين او بدات من حوالي سنتين. النادي الاهلي في البدايه ترفع ولم ينزلق ويرد على هذه المحاصرات، طبعا تقديرا من النادي لجماهيره ولادارته ولقيمته. ثم الامور زادت لما زادت عن الحد قبل ما الاهلي يتقدم باي بلاغات رسميه للجهات، خاطب رئيس مجلس النواب هذا الشأن، وأيضا معالي دولة رئيس الوزراء، وأيضا وزير الشباب والرياضة، ثم تقدم بشكاوى للجهات المعنية والمختصة بشأن الرياضة، اللجنة الأولمبية، لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري. وهذه الإجراءات اللي احنا اتخذناها للأسف الشديد حتى الآن لم يصدر قرار واضح وصريح في اي منها. ومع ذلك انا لسه كنت هسأل حضرتك استاذ محمد، ماذا تم بشان هذه الشكاوى؟ وايه طرق المتابعه اللي احنا بنعملها يعني؟ هذه الشكاوى احنا استوفيناها جميعا وتقدمنا ليها بكل الاسطوانات المدمجه اللي فيها وقائع السب والاهانه والقذف والتشهير وكل هذه التفاصيل، إلى أن جميع الجهات التي تقدمنا لها بهذه الإجراءات أيا منها حتى الآن لم تصدر قرار للأسف الشديد. حتى الآن، بما فيها لجنة الانضباط في اتحاد الكورة. لجنة الانضباط في اتحاد الكورة أصدرت قرار أولي ثم تم التظلم منه، وهذا التظلم ما زال في المجلس السابق أمام اللجنة. نتمنى أن اللجنة تشكيلها الجديد ان هي تنظر في هذه الامور، خاصه وان احنا الاسبوع الفائت ايضا بمناسبه ما حدث في مباراه كاس السوبر النادي الاهلي ايضا تقدم بشكوى جديده للجنه لم تنظر حتى الان. طب انا هفكرك وافكر الساده المشاهدين بتاكيد المستشار سيد البنداري المستشار الجليل، وعندما تراس لجنه الانضباط في اتحاد الكوره كان مع الاستاذ احمد موسى على التليفون واتكلم بوضوح على منهجيه عمل هذه اللجنه، ولعل الظرف مناسب للتذكير. تابع معانا محمد بيه. نعم طبعا. تابع معانا دلوقتي هتشوف لو في مسؤول نادي او مدير كوره او مدرب او خرج عن زي ما اقول كده الذوق العام او الاخلاق او الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا عمرو بيه، يا احمد بيه، انت قصدك ايه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه، بما فيها تاني بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم والمنظمين كله، يعني بص حضرتك كل عناصر كل من له تدخل الانديه واعضاء مجالس ادارتها وكل عناصر اللعبه فندم. طيب اللائحه اللي بتعدوها يا فندم، هل يعني بتشوفوا مثلا لوائح دول اخرى بنعتمد على ايه؟ ما لازم حضرتك، انا جبت اللائحه بتاعت الفيزا ولائحه الكاف، ولازم اراعي هذه اللوائح كلها. واحنا بنحط اللائحه الانضباطيه، احنا مش بمعزل عن دول، خد بال حضرتك بالنسبه لاتحاد الكوره بالذات في له وضع خاص، ان الفيزا والمحكمه بنجيب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بالضبط. أيوة. لازم 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 اشوف الكلام ده عشان اتوافق معاه. مش هعمل حاجه بمعزل عنهم او فيها مخالفه لحاجه عندهم فتطلع قراراتي انا مش مظبوطه. انا ترجمنا حضرتك لائحه الانضباط بتاعه الاتحاد الانجليزي لكره القدم، واخد بالك؟ كل الكلام ده لازم نشوفه ونقراه نراجعه نشوف ايه المتوافق مع الكاف والفيفا ونحطه، كل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه.
يعني احنا بس بنذكر، لان كان في حرص مبكر ان احنا نؤكد على ان هل كل الناس هتبقى امام لجنه الانضباط سواسيه، وحصل التاكيد، ولكن النتائج يعني لا تتسق مع المقدمه. سمعت يا استاذ محمد تاكيدات المستشار الجليل سيد بن داري؟ نعم طبعا، المستشار سيد بن داري قيمه قانونيه كبيره، له احترام وتقديره، واحنا بنثق فيه وبنثق في حياده وفي السادة اعضاء اللجنه، ونامل ان هذه اللجنه تضع الامور في نصابها، لان الهدف الاساسي من هذه اللجان هي عوده الانضباط للملاعب، الحرص على السلوك الرياضي الصحيح، التصدي للتجاوزات، لان التجاوزات خطورتها في انها بتثير الجماهير وبتصنع الفتن بين الجماهير في وقت احنا ما حدش فينا محتاج هذا الكلام. احنا نامل ان اللجنه الان امامها شكوتين، وغدا سنتقدم بشكوى جديده لما تم تناوله بالامس في برنامج الزمالك اليوم، لان ما تم تناوله بالامس في نوع من خدش لسمعه العائلات وتناول الاعراض والخوض في الاعراض ورمي محصنات. ذكر امبارح بالاسم سيده فاضله شقيقه الكابتن محمود الخطيب. انا عايز اوضح لحضرتك في عجاله، هذه السيده الفاضله سنها 67 سنه، خرجت على المعاش من 7 سنين، وهي مديره باحدى كبرات الشركات المحترمه الوقوره، وزفاف حفيدتها يوم الخميس القادم. هذه السيده الفاضله المحترمه يتم تناولها باسلوب رخيص، تضيع علاقتها ان صح ان هناك خلاف رياضي. ما علاقه البيوت والاسر والعائلات بهذا الخلاف الرياضي ان وجد؟ انا شخصيا بعتذر لهذه السيده الفاضله لما بدر من رئيس نادي الزمالك في حقها. والامل الحقيقه الواحد مش عارف يقول ايه في اللي بيحصل دوت، لان الكلام ده في النهايه لا يصب في مصلحه احد، وهذا الكلام بيصنع فتنه وبيصنع احتقان لدى الجماهير في وقت احنا مش محتاجين في الكلام ده في الحقيقه. الشكاوى الغد لاي جهه يا استاذ محمد؟ غدا سنتقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام، ايضا شكوى جديده للجنه الانضباط بوقائع الامس وامس الاول اللي تناول فيها الكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان وحضرتك طبعا استاذ ابراهيم في نفس المساله. ونامل ان هذه الجهات احنا بنضعها امام مسؤولياتها وتتخذ بقى ما ترى هذه الجهات مناسبا لضبط هذا الانفلات، لان هذا الكلام وهذه الاساليب مردودها هيكون سيء على الرياضه المصريه. والحقيقه الخشيه، يعني انت حضرتك ذكرت ان بتعمل احتقان، لكن هو في هناك امور ايضا اضيف الى هذا الاخطر، انها بتخلق ثقافه انك انت بقى اذا كان اللجوء الى القانون مش هيجيب لي حقي، طب ما تيجي ناخده بالدراع. وتتعالى الاصوات وتتعالى الضغوط في هذا الاتجاه، واحنا بنقاوم هذا الامر، لان شايفين ان دورنا ومسؤوليتنا تجاه البلد وقيمه النادي الاهلي، فانك باستمرار بتسلك السلوك الحضاري حتى لو لم يتناسب مع ما تلقاه من تجاوزات. فنرجو يا محمد بيه ان يبقى في ملاحقه، وملاحقه دقيقه، ونتواصل باستمرار عشان ناكد للناس ثقتنا في العداله وثقتنا في القانون وثقتنا ان لن يصح الا صحيح في النهايه. قبل ما اختم مع حضرتك يا باشمهندس، تاكيدا لكلام سيادتك، لن ننزلق لأي أمور مسيئة، ولن ندخل في أي سلوكيات أو نستدرج سلوكيات مسيئة تتعارض مع مسل وقيم ومبادئ وأخلاق احنا كلنا جميعا بنؤمن بيها. واحنا مهما طال الوقت احنا ثقتنا كبيرة في مؤسساتنا، ثقتنا كبيرة في قضائنا، وزي ما أستاذ إبراهيم قال في البداية، ما ضاع حق وراءه مطالب، وما ضاع حق ايضا وراءه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب. انا عايز برضه اقول حاجه، كابتن محمود الخطيب ليس رمز رياضي مصري فقط، الكابتن محمود الخطيب هو قيمه
طبعًا اخلاقيه طبعًا ورياضيه طبعًا مصريه وعربيه وافريقيا، وسيظل دائما مرفوع الراس، مرفوع الراس بسلوكه وباخلاقه وبقيمته وكاحد رموز الدوله المصريه وجزء من القوه الناعمه لوطننا الحبيب مصر. استاذ محمد، ده بالتاكيد، لانه كل حد عنده جزء ولو بسيط من الاخلاق من الاحترام لابد انه يكون مدين بالاعتذار للكابتن محمود الخطيب على اي حاجه تمسه بهذا الاسفاف وهذا التطاول المتكرر الحقيقه، لكنه في النهايه يبقى الاسطوره محمود الخطيب، القيمه عند كل الجماهير الزملكاويه قبل الاهلاويه الحقيقه. لكن عايز ارجع مع حضرتك وانت بتتكلم على مذكرات جديده لمعالي النائب العام، الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي على لسانه، طب ما النائب العام هيحقق وهيبعت لمجلس النواب، ومجلس النواب كما العاده اللي جرت رفض رفع الحصانه ومن ثم رفض المصول للتحقيق. شوف اقول لحضرتك، مجلس النواب مؤسسه وطنيه مصريه، واحنا بنثق وبنحترم الدكتور علي عبد العال كقيمه قانونيه كبيره، وان نوابنا المصريين في يوم من الايام، احنا خلاص داخلين على انتخابات 2020، هيجي مواطن يسال النائب ماذا فعل مجلس النواب في رمز وشخصيه مصريه كان يساء اليها على مرأى ومسمع من الملايين. النواب لازم يكون عندهم اجابه. اعتقد ان ارساء دوله سياده القانون دي مساله مهمه جدا. والله انت جيت حقوق الناس بالقانون دي مساله مهمه جدا. استاذنك انت جيت مجلس النواب ان يصبغ غطاء او حمايه لما يحدث من خطف الاعراض وخدش سمعه العائلات والتطاول على الناس، لان دي مساله تنال من قيمه الدوله المصريه ومن مؤسسات الدوله المصريه. انت جيت على النقطه المهمه جدا الحقيقه استاذ محمد، على ذكر فكره انه ما فيش حد فوق القانون، والساده الاجلاء اعضاء مجلس النواب منحوا هذه الحصانه علشان تديهم الحق في مواجهه السلطه التنفيذيه تحت القبه، مش في مواجهه الشارع ولا مواجهه الناس ولا القفز فوق القانون نفسه. ده هيذكرنا بموقف تاريخي لرئيس مجلس الامه الكويتي الاستاذ مرزوق الغانم، اللي فيه مواطنه كويتيه اختصمته، فشوف الراجل وعظمته وعظمه ايمانه بالقيمه الحقيقيه للديمقراطيه والمعنى الحصانه، وقف مرزوق الغانم في مجلس الامه الكويتي عشان يدي درس لكل المؤمنين بالحريه وكل المدركين لقيمه حصانه عضو مجلس النواب عشان يطلب رفع الحصانه عن نفسه، نسمعه لانه الحقيقه ادانا درس كبير. الاخ الرئيس، الاخوه الافاضل، الزملاء، بدأنا الفصل التشريعي بقسم عظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة. والدستور ينص في المادة 166 منه على أن حق التغاضي مكفول للناس، وهذا مبدأ عام. في هذه القضية تحديدا، الشاكية أو المدعي الأخت صفاء الهاشمي، هي تعتقد بأنه تم الإساءة لها أو أخطأت بحقها، وهذا حقها، واللجوء للقضاء حق دستوري أصيل لها. أنا المدعي عليه أعتقد بأنني لم أخطئ، وأعتقد بيان. بس أخوي مرزوق، أنت موافق على التقرير ولا مو موافق؟ أنا مو موافق على التقرير. نعم. غير موافق على التقرير، لكن بتكلم في البداية قبل لا يتكلمون متحدثين، لأن قد يكفي هذا الكلام الجميع عن الحديث. أنا أعتقد باختصار وببساطة الأخ الرئيس، أطلب من أخواني وزملائي النواب، بل أترجاهم، أن ترفع الحصانة عني وأن نمكن الأخت صفاء من اللجوء للقضاء. هي تروح القضاء وتقول كلمتها، وأنا أروح القضاء وأقول كلمتي، والكلمة والقول الفصل لقضائنا الشامخ. ليش نخاف من القضاء؟ هو الأسلوب المتحضر في كل الدول الديمقراطية، وبعدين اللجوء للقضاء ما هو عيب وحق. أنا حقيقة إخواني وأعزاء النواب، فعلا يعني أطلب منكم وأترجاكم أن ترفعوا عني الحصانة، لأني من 2006 حتى اليوم لم أتمترس وراء الحصانة النيابية في كل القضايا. كلام نتفق معاه كلنا. تابعته يا استاذ محمد؟ ليش نخاف من القضاء؟ طبعا استاذ ابراهيم، ده موقف شجاع، موقف محترم من نائب محترم بيحترم نفسه
وبيحترم المؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها، والأكثر من ده أنه بيحترم وبيجل القضاء، لأن هذا الكلام هو اللي بيبث ثقة الناس في القضاء. أنت بتعطي القضاء قيمة أن الناس بتبقى واثقة في القضاء، وبتعطي للناس قيمة في دولة سيادة القانون، أن القانون هو اللي بيحمي حقوق الناس وأنه لا أحد فوق القانون. ده موقف رائع وعظيم ومحترم. وبعدين عايز أقول لحضرتك حاجة، ما فيش حصانة بتدوم للأبد، آسف، الحصانة في وقت ما بتزول، وإحنا خلاص هذا المجلس بتنتهي دورته في شهر يوليو 20 القادم، وساعتها يبقى ما فيش نائب عندنا حتى تجرى انتخابات. ثم الأمر الثاني، الاحتماء بالحصانة في ارتكاب جرائم دي مسألة، يعني أنا تقدير أنها مسألة يعني لا أخلاقية ومسألة مش مقبولة، لأن الحصانة مقررة لما يبديه لحماية النائب في عمله وأدائه البرلماني، البرلماني فقط لا يمتد لغيره. مد الحصانة لأمور أخرى ده في نوع من خلط الأوراق، وأعتقد أن الصورة هي صورة مسيئة للأسف الشديد. هو الراجل أنهى مكالمته، ليش نخاف من القضاء؟ شكرا للأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك. تفضل يا باشمهندس. الحقيقة يعني طبعا احنا زعنا الكلام ده قبل كده، بس هو كلام ما بيقدمش، كلام مهم لأنه بيرسخ لمعاني يعني ليش نخاف من القضاء؟ صحيح، أيوة. أنا وأنت نروح للقاضي العادل، خلاص انت شايف ان انا غلطت انا شايف ان انت غلطت، وهو يعني القاضي يحكم بيننا. هو في عدل في الدنيا انك تقدر تشتمني انا ما اقدرش ارد عليك؟ ده السؤال بقى، ده يعني السؤال يعني الكبير جدا عند الجماهير، ايه ده، ايه الحق هنا في ايه دي تبقى فين دي بالظبط؟ لكن ما علينا، يعني اذا كان هذا وضع يناقش فيما بعد من نقول الاختصاص، الا اننا دلوقتي خلينا امام ليش نخاف من القضاء. إذا كان في حاجة عند حد بيتهم النادي الأهلي بيها أو أحد من رموزه أو أي حد، أنا أنت أي حد، ما يروح للقضاء ونروح كلنا للقضاء. ما حدش هيخاف من القضاء إلا اللي عامل عملة. فالحمد لله، يعني امشي عدل احتار عدوك فيك، ده حاجة جميلة جدا. نمرة اتنين، مفيش حصانه دائمه زي ما قال الاستاذ محمد. ايوه، هتيجي لحظه هانت كل الناس اللي اتاذت دي بالزبط. مستنياها بالظبط. طب وبعدين يعني، واحنا مش عايزين، احنا عايزين ان الـ 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 التغول في استخدام الحصانه ما بيحميش الانسان، بالعكس احنا عايزين يشعر انه يستطيع ان يفقد هذه الحصانه فتحميه من نفسه، من اخطائه هو، انه ما يشعرش بقوه هتيجي لحظه مش هتبقى موجوده. دعونا كلنا ادائنا ينضبط، لان علينا مسؤوليه تجاه هذا الوطن، مسؤوليه تجاه هذا المجتمع. ما ينفعش ان احنا نتعامل مع بعض كده، وما ينفعش كمان والى متى طرف هيفضل ماسك نفسه وطرف طايح فيه، لامتى مش هنعرف. وبعد كده هقول لك انا، ما تسيبك بقى من وجع القلب ده، احنا كل مره نيجي ننرفز الناس ونقعد كده نسير همومها، ما تيجي نستمتع بالاهلي يا اخي. الاهلي عمل حاجه حلوه وحاله حلوه قوي، تعالوا نستمتع بالاهلي، وتعالوا نؤكد للكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه، مش الاهلاويه بس، دايما في القلب ودايما مصدر فخر وقيمة كبيرة جدا عند كل الناس. متعك الله بالصحة والسعادة دايما يا بيبو. فاصل وبعد الفاصل تعالوا نستمتع. أنا عايز أضيف قبل الفاصل، المقصود ليس بيبو صدقني. هل نجا المهندس محمود طاهر من هذا العدوان؟ يوه. هل نجا الكابتن حسن حمدي من هذا العدوان؟ هل نجا الكابتن صالح الذي يقال عليه الأسطورة الآن في كل دقيقة لتجميل الصورة من هذا العدوان؟ ولا حد. فالمسألة مش هي المسألة، مسألة انك بتنقض على حاجة في النادي الأهلي تستطيع تتصور انك انت زي ما نابليون حب يكسر ابو الهول فضربه بالمدافع ما عرفش يعمل فيه حاجة. دمت بكل سعادة يا بيبو، وتعالوا نستمتع بالأهلي مع جمهور الأهلي بعد الفاصل.
الدوشة والهيصة اللي شغالة دي اللي نتمنى ان احنا نكون يعني قدرنا نلمس عليها شوية، لكن انستنا ان احنا نجدد التعازي للمهندس عادل القيعي في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ حسين القيعي. كان واجب ان احنا نقول ده في البداية، لكن معلش الدوشة كانت عالية والصوت العالي عمل لنا دوشة شوية. بقال لي يا باشمهندس وربنا تغمده بواسع رحمته. أشكر أولا كل من تفضل بمواساتي بأي وسيلة من الوسائل، هناك الذين تجشموا مشقة الحضور لكفر زايد، هي عملوا أكثر مما هو مطلوب منهم. أنا كنت عايز أجيب لك جمهور ملك وكتابه ونروح لك. رحمة الله على حسين، يعني موت مفاجئ كده، لكن في كل الأحوال مصيرنا كلنا إلى هذا، وتبقى السيرة خلف كل إنسان. يعني رحمة الله عليه كان إنسان طيب وكويس. أشكركم جميعا، ولكن أستاذ إبراهيم في الفقرة اللي فاتت إحنا وإحنا بنستعرض الأمر في ناس كتير متصورة إن التجاوز بيعليها وبيقويها وبيكبرها وبيعملها في شكل البطل، بس صدقني إذا كان الفجوة بين الأهلي وغيره من الذين يتجاوزون قد كده الفارق يتسع جدا جدا جدا. يعني أنا يعني وأنا في كفر الزيات شعرت بهذا من كلام الناس، حتى الزملكاوية حتى الزملكاوية البعض منهم يشعر إن لا كده كتير، وصدقني النتيجة هتبان في السنين اللي جاية من اتساع الفجوة، لأن ما حدش في الآخر هيروح لنموذج، يترك نموذج طيب ويروح لنموذج متجاوز إطلاقا. يعني أي حد سوي ودون نسبتهم هي الأعم طبعا والأشمل طبعا. الكثير من إخواننا الزملكاوية المحترمين بيقابلوني مستنكرين هذه التصرفات يعني. وعشان كده أنا بقول لك عايزين نمارس مسؤوليتنا مع جماهيرنا. أكلم جماهير الأهلي، عايز أقول لكم على حاجة. في الغالب يعني أنا وفريق الإعداد إحنا اللي بنحط فقرات الحلقة. مهندس عدلي الفقرة دي بالذات طلبها، يعني جاي من ظروف العزة حريص على فقرة يكلم فيها جمهور الأهلي، فيبدو إن المسألة عنده ليها نوع من الإلحاح شوية. أيوة، لأن أنت في حضرة الموت. تبص للأمور بعد حجمها. هو إيه اللي بيحصل ده؟ لازمته ايه؟ ايوه ده هنقف نتحاسب ازاي؟ شكل الحساب هيبقى عامل ازاي؟ طب الناس اللي جت بتعزيك ما بيربطكش بيها مصالح، يعني ما وخصوصا في الريف. البسيط والثري والغني والمثقف والرياضي والمنافس كله بيجي يكلمك، وبعدين في النص يروح ذاكر الامور اللي بتحصل على الساحه الرياضيه. بس ينفع كده في غير كده؟ معلش يا كابتن، ولو ان الظرف ما يسمحش وعايزين يفتحوا المواضيع. شعرت ان في يعني حاله من الاستنكار الحقيقي الغير زائف لما يحدث، وناس كتير خايفه على اولادها وعلى الاجيال القادمه ان انت بتصدر ثقافه هباب، ان هي دي تبقى ان عشان شويه كوره لا ده احنا نخوض في الاعراض ونخوض في الزمم ونظريات المؤامره والشعور بالمظلوميه والدونيه وتعميق المفاهيم اللي تخليك ما انتش انسان ساوي. ما انت اما تطلع طول عمرك بمشاعر المظلوميه دي هتبقى نمط حياتك في كل امورك، هتنظر لها من منظور انك مظلوم مظلوم مظلوم، ودي هتاكل من طموحك وتاكل من قدراتك وتاكل من تعاملك الصادق مع المشاكل. فانا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان انا اقول لشبابنا من جماهير الاهلي، ويا ريت حتى جماهير الاخرى لو سمحوا لي ان هم يعني اكني بكلمهم، ما تيجي ننسى الكلام الفارغ ده كله ونستمتع كل واحد بفريقه. وجماهير الاهلي عندكم سبب حالي للاستمتاع والترقب، وانا شاعر فيه لهفه وكان الاهلي يقدم نفسه بشكل جديد. شكل كان غامض في الاول، بعدين شكل بدا يبقى مباشر
في حاله من التفاؤل. دعونا نستمتع، دعونا ما نروح المدرجات، ما ننشغلش غير بالهتاف للاهلي، وهو حد يجرنا لحاجه ثانيه. لا سباب ولا شتيمه ولا اسقاطات ولا حاجه ليها لازمه. صحيح. هو الرياضه، هل الرياضه يعني تستحق مننا انها تودينا في سكك نضر بيها نفسنا ومجتمعنا واسرنا؟ وبعدين هو انا ما اقعد اغيظ جاري وحبيبي وصديقي، ما بيبقى صديقي. صحيح. الزملكاوي وهو يغيظني ويخلينا نتمنى لبعض حاجات مش كويسه. صحيح. في تطلع بره الرياضه ده، في لحظه كان في واحد مش عارف، يا رب مش عارف الطياره يحصل لها ايه، ويا رب في وقت من الاوقات. ايوه. تخيل دي تبقى مشاعر ناس سويه بتتكلم في رياضه. مجانين. هذا كلام اربأ بجمهور الاهلي انه ينزلق اليه. وبعدين الاكثر من كده يا جماعه بقت مرهقه قوي، مرهقه قوي، ان كل صغيره وكبيره في الاداره، في التمرين، في اللعب، في الباصه، في الشوطه، الناس تحت وطاه التقييم المستمر مع كل همسه ولمسه، شيء مرهق. واللي بنضغط عليه النهارده نرجع نشيد بيه بكره، واللي نشيد بيه النهارده نرجع نلومه بكره، ومفيش اتفاق على راي. طب اذا ده معناها ايه؟ ان دي ارائنا. مش معقوله ان انا احط رايي الشخصي عشان اتيح لي ان انا اكتبه وناس كتير تقراه، ان انا يبقى حكم ان الاحكام لازم الكل يلتزم بيه ولا يبقوا ما بيفهموش ولا يبقوا خونه ولا يبقوا مقصرين ولا يبقوا متباطئين. انت متخيل ان المسؤول اللي انا بقول لك عندما تكون مسؤول في اهلي او حتى في زمالك او اي نادي شعبي، الله يكون في عون الناس ما بتنامش. وانا مش هقول انا، ها الاخرين اللي هم مسؤوليتهم بيواجهوا جمعيه عموميه بتحاسبهم، دول ما بيناموش. جمعيه عموميه يعني عشرات الالاف داخل الاسوار، وجمعيه عموميه عشرات الملايين خارج الاسوار. مجتمع بيقيم. صحيح. ده مجتمع ساعات بيبقى اصحابك. ايوه. ما بتعرفش تروح تتعشى ولا تاكل في حته ولا تتعزم في فرح ولا. صحيح. بتلاقي ناس وكل واحد عايز يقول لك بس خلي بالك مش عارف ايه، خلي بالك مش عارف ايه، بقى اصل مش معقول ايه. كلمه مش معقول دي فيها تعالي. لما انا اكلمك واقول لك مش معقول تعمل كده يا ابراهيم، الله ده انا حطيت نفسي فوقيك، ده انا بقول المعقول انت بتعمل اللي مش معقول. بالظبط. ده تعالي، تعالي في الفكر. وده خطير لان يجرني للخطأ من غير ما احس. ايوه. طب مين يقيمنا انا؟ صحيح صحيح، ده كلام مهم. فانا عايز اقول لشبابنا معلش خلي بالكم يا اولاد، استمتعوا بالنادي الاهلي واعرفوا ان في ناس مخلصه بتجتهد عشان تريحكم. اذا اجتهدت صرفتوا كتير ليه؟ اذا ما صرفوش هي فين الصفقات؟ ايه البخل ده؟ وبعدين ايه التباطؤ ده؟ تباطؤ في ايه؟ ده الناس ما بتنامش، ما بتنامش، بتنامش في الالعاب مش في كرة القدم، ما بتنامش في الإنشاءات. أي. مش في الرياضة. ده كل ما هو يمس عضو الأهلي وجمهور الأهلي هذا عمل سياسي رفيع الطراز. فبيتاخد باهتمام جامد جدا جدا. أي. والناس وهي مشغولة إنها تجيب فلوس عشان تنفقها مش عشان تحوشها. أي. أنا في يوم ما مع أحد أمناء الصندوق كان بيتكلم، كان الكابتن صالح قاعد وانا يعني، فبيقول ايه عملنا 35 مليون جنيه فائض وحربطهم وديعة. قال له احنا عملنا كل التزاماتنا؟ فسكت كده. قال له لا، اما تربط وديعة والعضو محتاج حاجة ولا الفرقة محتاجة حاجة يبقى ده تقصير. صحيح. الفلوس انا مش مهمتي ان انا اللي زائد عن الانفاق اربطه. أيوة. وديعة. بالظبط. زود بيه اصول. ايوه. فدي هي دي نظرة المسؤول اللي احنا عايشين بيها. فبطمن ولادنا رفقا بالاهلي ومسؤوليه ولاعيبته. انا مستغرب الناس بتعمل من لعبتها اساطير واحنا ماسكين لعبتنا على الباصه والهمسه. لعبتنا عندنا احسن لعيبه. دعوهم في اطار الاسره. يعني هو مش دي حاجه حلوه النهارده ان الفرقه كلها بتتنافس بمفهوم العيله، كله بيحب بعضه، اللي يجيب جون كل الفرقه بتبارك له، وخصوصا لو كان ما بيلعبش بانتظام. دعونا نستمتع بالاهلي. انت فكرتني والله بكلمه مهمه للكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه. كان عنده فلسفه فيما يخص مجله الاهلي، فكان حد من الزملاء بيتكلم على انه لا المجله كان في فتره الفرقه نتائجها اتهزت شويه، المجله لازم تدوس ولازم تقرص عليهم.
قال له طيب انت يعني مش مكفيك كل اللي بيقرصوا بره دول؟ يعني مين اللي هيطبطب على اللاعب ده ويقومه؟ مين اللي هيقومه؟ يديني جزء الايجابي المليان بالظبط. مين اللي هيديني الثقه؟ مين اللي هيقول لي انت عندك احسن من كده؟ بالظبط. عايز تنقضني كبرها، انت عندك احسن من كده. اه انما بالزبط. ايه ده بالظبط، وفلان إن انا منتظر منك احسن من ده، وفلان بقى راجع لنا ومش عارف مين ايه، وبعدين ينزل يتالق ونسقف له. اتعاملت مع نيدفيد واتعاملت مع كباتن الكبار. صحيح. النهارده كابتن احمد فتحي الناس بتشوفه كأنه لسه جاي النادي الاهلي ابن 20. انا بدي امثله، كابتن احمد الشيخ يتالق، حسين الشحات. شوف حسين الشحات كيف نراه الان. مش ضروري اللعيب من اول لمسه زي قالوا ديانج يجيب لك جون. طب لو ما جابش جون كنا هنقيمه ازاي؟ انما التقييم بالنتائج ده غلط جدا. شوف ده اعتقد ده بدايه جون صلاح محسن. لا مش ده بتاع جايه، ده جون اجاييه. جون صلاح محسن الحقيقه يتسقف له كتير في كذا حاجه يا باشمهندس. ده الاستمتاع بالاهلي يا جماعه، ده اللي المهندس عدلي بيقصده. لا في حاجه حلوه قوي بتتلعب، في كوره جميله بتتلعب، في اهلي كويس قوي بيتولد، احنا كنا بنتفرج مع بعض، في جيل جديد بيتكون. وقلت لك لولا الكوره بتاعت الشوط الاولاني بتاعت الكابتن حسين الشحات وانا زعلت منه فيها. لكن هو صالحنا بالشوط الثاني كله. ما عملش غلطه. تالق بما يعني يعوض اي، لان الكره بتاعت الشوط الاولاني اللي هو رقص الجون بدل ما يلعبها على يمينه، ده جون صلاح محسن. بص بقى لما يجي من اوله بقى، لان من اوله جمله طويله سريه جدا. اهي من اوله، بص بقى من الجول. يعني هو الاستاذ ابراهيم يعني بص قعدنا نعدها في الاعاده، يعني الحقيقه بتقول ايه؟ بتقول ان في وعي يا جماعه. استمتعوا بالاهلي بجد، دي فرصه لفرقه بتتولد هتستعيد ان شاء الله. في لحظه كان في ناس بتقول ايه، انت ما بتضغطش من قدام ليه؟ ايوه لا ده هو ما بيضغطش عشان بص الاهلي مستحوذ على الكره من امتى؟ وعشان يفتح خطوط الفريق. شوف الهدوء، ولو انا ما بحبش ترجيع الكره للجون ابدا، انا بخاف منها. بس انت شرحت لي ولا مين اللي قالها قبل كده؟ هي جزء من التكتيك. انت مستطر عليها تقول لي انك شرحت لي يعني. انا اللي ايوه انت اللي شرحت انه جزء من التكتيك. انا بسحب الفرقه، بعمل ستريتش. ايوه عشان اقدر اعمل شبه هجمه مرتده. بص بقى الكره، انا شفت فتحت الخطوط ازاي، هتوصل لحد خط ال 18 بتاع الفريق الثاني، وهترجع بقى لنص ملعب الاهلي. اتفضل. الكره بقى لها حوالي دقيقتين ونص معانا. بص مستحوذين من امتى؟ اهي شوف، هترجع لنص ملعب الاهلي عشان تبدا من جديد بالتدوير بقى، هتروح للناحيه الثانيه. طيب بص قالوا ديانج هيعمل ايه هنا بقى؟ بص عشان بنقول لكم ايه استمتاع. بص والكره حراريه، وحسين الشحات منتهى على ودي باصه حراريه منتهى. كان ممكن تبقى بارتفاع اعلى او اوطى تربك الكابتن شوارب صراحة. ليه واحده عندك بيقول لك بالجون يبقى 29 باص. طب ما انا قلت له 29، قلت 28 هو اللي واحد. انا قلت 29 يا حبيبي. طيب هو اللي نايم على دورك. 29 باص علشان تنتهي في الشبكه بهذا الهدف اللي فيه كمان ايثار من حسين الشحات، هو عايز يساعد صلاح محسن. كان يقدر يعملها زي الجون اللي جابه. أيوة. كان يرقص الجون ويشوطه بالظبط. لكن حلو قوي. انا كنت بقول لك ايه، يا ريت اتنين يجيبوا جوان، صلاح وحسين. صلاح لا، حسين كان جاب. صلاح واحمد الشيخ. قلت لك احمد عامل ماتش مش وحش الماتش ده، لو جاب جون هيبقى كويس. كويس في حقه يعني. ايوه لكن كل الفرقه لما تتكلم كل واحد قدم نفسه بشكل جيد جدا. ده يمكن الجزء من المباراه اللي الناس استمتعت بيها، فوز الاهلي، تاهله خلاص. الاهلي تقريبا في هذه البطولة حقق أفضل انتصارات في دوري الأبطال. اقلب الصفحة، وأنت بالذات ما تجيبليش سيرتها. أنا بالذات. أنت بالذات، أنت راعبني. أنت راجع نويلي. لا، بيقعد يا جماعة يقول لي خلاص ومش عارف إيه وضمننا وعملنا، لا لا لا. أنا بخاف من الحاجات دي. أنا عايز أقول لهم طقوسك وأنت بتتفرج واللي عاطف أباظة بيعمله معانا، بس يلا. طيب. أنا اتفرجت الماتش ده بيني وبينك خفيف شوية، استحمل يعني. طيب الأهلي وصل للانتصارات، الفريق يعبر كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات بدور الأبطال.
ده كان عنوان الأهرام المسائي. عنوان الأهرام: الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدور الأبطال الإفريقي بالفوز على كانو سبورت برباعية. السويسري فايلر كلمة السر، وبطل مصر قدم مباراة رائعة وتألق ديانج ووحيد وفتحي. المكاسب كتيرة الحقيقة. المساء الأهلي مع فايلر كسبان ومنور. اكتسح كانو سبورت برباعية وتأهل لدور المجموعات الإفريقي. التحليلات بقى ممتعة، ولأنها دعوة للمتعة بجد ودعوة للاستمتاع، لأنه تفائلوا بالخير تجدوه. الأهلي داخل دور الأبطال، هنقول لكم ظروف البطولة عاملة إزاي، وهنقول لكم الأبطال اللي موجودين في الطريق والتصنيف ممكن يمشي إزاي. بس لأنه المهندس عادلي أراد أنها تكون فرصة للاستمتاع بالأهلي، نشوف الشيخ طه إسماعيل ورأيه في إبداع فايلر. فايلر أبدع إبداع كبير جدا، نمرة واحد في فكره في تسيير اللاعبين أو تدوير اللاعبين. وأنا بقول إن هذه الفكرة مش مسألة إن هو بيعمل روتيشن عشان الإجهاد أو كذا، لا، هو عايز يشوف اللعيبة كلها من خلال المباريات، نمرة واحد. نمرة اتنين، عايز يغير المينتاليتي بتاع اللعيبة بحيث إن كل لعيب يعرف إن هو من ضمن ال 20 أو ال 25 واحد يقعد يلعب، ما فيش مشكلة، ما فيش حد يتبرى، ما فيش يزعل أو كلام، يبقى الكل حاسس إن هو طيع معاه. دي برضو من ضمن الأمور اللي هو الإبداع في التاكتس اللي استخدمها النهارده كلها من الكرات العرضية، سواء الكورنر شفنا التاكتس بتاعه، كل الإخوان شرحوا الجول جه إزاي. الشوط الثاني إزاي بيفضي حد في الجنب من خلال أداء جماعي. شوف الأوفرلاب اللي اتعمل بين الشحات أهو وبين محمود وحيد، وعمل العرضية بجول، وصلوا بتشيع. ودي طبعا كان بيعملها معلول مع رمضان، نفس العملية اطمنت محمود وحيد كأنك شايف علي معلول بالظبط. وده إبداع الناحية اليمين، مش بس لا الفاول، انا عايز اشوف الفاول اللي اتعمل فيه تاكتكس عجيبة جدا. وبعدين فتحي برضو من الناحية اليمين، والشحات بقى بمهارة عالية جدا تخلص من باك وتخلص من الجول كيبر وسجل منها. ده إبداع. حتى لما مع الكرة العرضية اللي اتعملت أزارو وصلحها لصلاح محسن وسجل منها، الجماعية طاغية على الأداء بشكل رائع جدا. المهارة بالنسبة للعيبة هي اللي اتحدثت، التاكتكس اللي هي عملها المدرب رائعة جدا جدا، بحيث ان هو استخدم الجناب كاختراق لهذا الفريق. كل الاربع تجوال من الجناب، حاجة رائعة جدا بتبين ان هناك شغل كبير جدا عامله المدرب مع اللاعبين، واللاعبين أدوها بسلاسة بالذات في الشوط الثاني، سلاسة متناهية. حتى التغييرات اللي تمت بتبين ان هو اشرك كل لعيب، هو غلطه الرئيسي بقى عنده سكواد كلهم اساسيين. ما فيش بقى واحد يبقى قاعد متضايق عشان ما لعبش، ولذلك ده يقعد النهارده ده يلعب بكره، ده ما فيش مشكله. هو عايز يصل الى هذا المفهوم ان هو عنده 20 لعيب اساسي، ما فيش اي المينتاليتي تتغير بتاع اللعيبه، الشخصيه، الفهم، الوعي، ما يبقاش في واحد متبرم وقاعد لا انا لازم العب على طول. حضرتك حتى شفناها وليد ازار هو بيسخن عشان ينزل مبتسم يعني بالظبط. يعني الشيخ طه كان بيستمتع وهو بيحلل، لاقي كلام يقوله صحيح. لا، ودي احلى حاجه انك انت بتتفرج زي بالظبط ما انا في حاجه قفشتها ومحدش راضي يتكلم عليها. الجون الاولاني يعني اللي احنا جبناه جون مظلوم جدا، ده قمه انك تشوف عمل متفق عليه. تعالى اليو ديانج وعدلته الجسم، لا 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 حسين الشحات وهو بيرفع قاعد يشاور للسلية تعالى هو عايز ينفذ ايه. وبعدين لما راح للسلية لقيته بصاها للسلية ما رفعهاش، قلت يا نهار ابيض بتندهله عشان ترفعها، انا بقى غشيم عشان اتاري هو ده للسلية عشان السلية يلعبها. خلي بالك بقى لعبها لمين. استنى شوف اهو، شاور له تعالى اهو، شايف بيشاور له ازاي. تعالى ولسه شوف، عشان وانا بتكلم اهو سامع بيقول له ايه، سلاية تعالى هيروح رايح له ياخدها منه عشان يرجعها لورا. مين بقى اللي منتظرها؟ خلي بالك وليد سليمان. ليه وليد سليمان اشول جت وراه؟ ايوه راحت لمين؟ خطه به بقى الشيخ الاشول
فالاثنين الشيول وقفوا في المنطقه دي. فلما اتلعبت بصوا التركية يا جماعه يعني التركيه اهي دي ناس متدربه اهي. راح وليد سليمان جه يلعبها جت وراه الشيخ لعبها فيرست تايم. بص بقى شوف قالوا ديانج بقى العقل كله وعدلته عدلت الجسم ولف وحطها مش متسرع. مش واحد بيقول لك متسربع لا لا يروح حاطط وش رجله صحيح البراني فيها لان هو لو عدل على عدلته كانت هتعلى منه بالظبط. هو عدل جسمه وحطها بطن رجله. كل ده كلام ممكن نبص له في ثانيه ما ناخدش بالنا منه، لكن لما تخلي بالك ان الماتش اللي قبليها اتعملت من ناحيه اليمين نفس الكوره كورنر على الارض واتلعبت بس من ناحيه اليمين تعرف ان في شغل في الكور الثابته. شكرا. طيب نشوف راي الكابتن عبد الظاهر السقا في فايلر عامل ايه. الثقه اللي عليها الراجل زي ما بيقول الكابتن طه حتى باينه في تغييراته الكثيره جدا اللاعبين، وده واضح كمان من ردوده على الاسئله. بص يا كابتن الهدوء ده مهم جدا خاصه اللعيبه ذكيه جدا. اللعيبه بتقرا وشك لما بتبقى هادي بتحير كل اللعيبه. ما بتعرفوش انت الرياكشن بتاعك عامل ازاي، رد فعلك عامل ازاي. لو انفعلت عارف رد فعلك خلاص، عارف ايه اللي بيزعلك وايه اللي بيزعلك. دايما محير اللعيبه، دايما خليهم مركزين، دايما زي ما احنا بنقول كده دايما ما تطمنهمش مقلقهم طبعا. مهم جدا بس مش مع كل اللعيبه. نعم خلي بالك في لعيبه في لعيبه لو ما تطمنتش بتعرفش تلعب، بتعرفش تلعب تحت ستريس. الهدوء كمان بيديك قرار سليم. دايما ما بتنفعلش، فانفعالك بيأثر عليك في قرارك. ولو انت مره من المرات انفعالك اثر على قرارك بالسلب انت كاريزمتك كمدرب عند اللعيب خلاص خلصت تمام. وفي نوعيه من اللعيبه لو عرفت اسلوبك ده ممكن تضحك عليك، ممكن تضحك عليك بجد لان اللعيبه ذكيه جدا جدا جدا. تاني حاجه اللي عمله النهارده خلى نمره 2 و3 قريبين قوي من نمره 1، يعني الاساسي هو عنده. نعم. تمام خلاص لو اتفقنا مثلا اي اسم الاسماء مثلا رمضان فهو عنده. لكن احمد الشيخ ما بعتش. نعم. لكن وليد سليمان ما بعتش، لكن قفشه ما بعتش. كل الناس موجوده في الملعب، لكن السؤال بقى الخطير اللي هو جاي له بقى اللي جاي له، هل هيقدر يستمر على كده؟ مظبوط مستحيل. نعم. مستحيل ما شفناش حد استمر على الروتيشن ده او التغييرات او التدويرات دي. مش مشكله خالص. ده ما يتقالش عليه روتيشن، ده يتقال عليه ان انا بشوف المجموعه كلها. هو محظوظ يعني انه طبعاً البدايات فيها نوع من انواع السهوله الى نعم لا النتائج كان هو برضو كان ريسكي قوي في مباراه سموحه. لا يعني الزمالك يا كابتن الزمالك صح بس ريسكي. الزمالك الزمالك كان هو اول اختبار ليه اجايه نعم. ده كانت فكرته ودي فعلا البصمه اللي حطها في ماتش الزمالك ان انت راجل تلعبه اساسي في السوبر واول ماتش ليك كراجل انت هتتحاسب عليه حساب فعلا مهم جدا. الراجل اللي انت لعبته يجيب جونين فده طبعا توفيق. لكن عملت بالاسباب، عملت خطه، اشتغلت، ذاكرت كويس، عشان كده ربنا بيديك. اخذت بالاسباب وعشان كده ربنا بيديك يا كابتن عبد الظاهر. يا من ما ساراك كما كنت اتمنى في الاهلي، حتى لو ما جيتش كلاعب لا انت بطعم الاهلي. كل التحيه لعبد الظاهر السقا. الحقيقه في اثناء عرض الفيديو بتاعه عايز اقول لكم المهندس عدلي مش متحمس لحد من بره الاهلي ونفسه يشوفه في الاهلي قد عبد الظاهر السقا. راجل محترم جدا، ثقه في ادائه وكفاءته ومشاعره تجاه مش هنساله يا استاذ ابراهيم. وهو بيكلمني وطالع على المطار، راح من المنصوره على تركيا. طالع على المطار على بداية تركيا احترافه. يا كابتن عدلي اسافر ولا اعمل ايه؟ سبحان الله. قلت له اخاف اضيع عليك الفرصه، احنا لسه في اجراءات، سافر وبعدين نتواصل. لما سافر طبعا بشخصيته الجميله دي وصل انه بقى كابتن التيم. يعني اكم من لعيبه ما لعبوش في النادي الاهلي لكن مشاعرهم الحقيقيه تجاه الاهلي رائعه وجميله وتثمن وتقدر، وكتير طبعا من ابناء النادي الاهلي ليهم كل التحيه والتقدير، وعلى راسهم الكابتن احمد شوبير. الحقيقه والكباتن امبارح كان عيد ميلاد الكابتن احمد شوبير، مش عايز اقول الكام سنه بس مهما كانت كام سنه سيبقى احمد شوبير رقم كبير
في كل معادلة الحقيقة. الإعلام الرياضي المصري في كل حاجة الحقيقة. شوبير رقم كبير الحقيقة، يعني كان لعيب كبير، كان كابتن كبير، إداري كمان له تجربته الكبيرة في اتحاد الكرة وعنده فرص جاية. هو كان مدير فريق قومي الأولمبي صحيح، وما كانش كقرار لا هو ياخده لوحده ولا ناخده لوحدي على طول. في فاهم يعني ايه نقعد نشيل مسؤوليه كلنا. فهو راجل ذكي جدا، ديناميكي، يشتغل ممكن 24 ساعه ربنا يديله الصحه، عنده حضور وعنده ذكاء. كل سنه وهو طيب وفي احسن حال يا رب، واسرته في احسن حال. كل سنه وانت طيب يا كابتن شوبير. طيب اللي ماشي اليومين دول الروتيشن، خدوا بالكم كل سنة وكل موسم لينا لفظ. سنة الاسيست وسنة الروتيشن والسنة دي ايه؟ السكواد. السكواد بس كان انت وقع منك حاجة بوكس تو بوكس. ايوه، في كل موسم لينا لفظ جميل ماشي. برضو انتاج السوشيال ميديا. السنة دي الكلام على الخواجة بادئ الموسم بالروتيشن، بيعمل تبديل وتغيير وفرص للجميع من البداية عشان يعمل تدوير للفرصة بين كل اللعيبة. طيب الناس كانت بتتكلم كتير على تثبيت التشكيل، وتثبيت التشكيل وجهة نظر فنية يخلق التجانس ويخلق التفاهم ومن ثم يرتقي بالمستوى الجماعي للفريق. لكن هل الشيخ طه بخبراته الكبيرة رأيه ايه في الطريقة مع تغيير التشكيل؟ نشوفه. شوفوا، لا زي ما قلت لحضرتك من الأول، وما فيش شك طبعا التغييرات الكتيره اللي عملها في المباريات المختلفه اللي فاتت. نعم. ده دي رابع مباراه يفوز فيها، وطبعا علامه كامله. نعم. يفوز الاربع مباريات حاجه جميله جدا بالنسبه له. مع اداء رائع النهارده، فهو عايز يتحسس مستويات. نعم. اللعيبه كلها من خلال المباريات. وليس في التدريب بيشوفهم، لكن من خلال المباريات، ولذلك بيغير في كل مباراه اربع لعيبه اربع لعيبه. النهارده تقريبا يكاد يكون معظم اللعيبه شافهم في المباريات. صحيح. دي طبعا مش معنى هذا ان كل مباراه مستقبلا هيعمل اربع او خمس تغييرات، انما هو يعتقد بعد كده يعني هو في مخه برضه كل تشكيل مناسب لكل مباراه قادمه. نعم. يبقى فيها تغييرات محدوده، تغيير لعيب تغيير اثنين، لكن بيبقى عنده الارضيه واثناء المباراه يقدر يغير كمان اضافه على التغيير المبدئي الاولي. لكن هو عايز يغير المنتاليتي بتاع اللعيب، عقليه اللعيبه. واضح. عقليه اللعيبه شايف انه بينجح في ده يا كابتن طه؟ بينجح نجاح كبير جدا. نعم. عايز بدليل انه هو ساعده على هذا ان الفريق برضه بيكسب وبيؤدي اداء جيد مع هذه التغييرات. كل مره بيغير خمس لعيبه اربع لعيبه ومع هذا بيفوز. فدي برضه بتساعده وبتدي له ثقه كبيره جدا، فهو يطبق هذا الاسلوب. في النهايه مش هتلاقي لعيب قاعد وهو متبرم ولا بره التشكيل وهو متبرم، لانه خلاص كلهم عرفوا انه اللعيبه معظمها سواسيه. دي بتدي له هو بقى المرونه في ان يختار الاسلوب واللعيبه وطريقه اللعب المناسبه لكل مباراه من المباريات دون قلق من لعيب. في لعيبه بتعمل لك قلق كمدرب. نعم. قاعد. نعم. وهو متضرر بره وهو متضرر. طيب اتفقنا خلاص على وجهه نظرك. الحاجه الثانيه التاكتكس اللي عاملها. نعم. النهارده عمل تاكتكس الاهلي ما كانش بيأدي هذه التاكتكس كل المباريات. لا باينه بصمات الراجل باينه. باينه. نعم. باينه بشكل جيد جدا. نعم. واللعيبه ابتدت تسجل باشكال مختلفه، استخدم الجناح وفي بسط استامبا شغاله في الجنبين. يعني ممكن اجيب اثنين بيلعبوا مع بعض باك وقدام واحد رمضان ومعلول وراه، الناحيه الثانيه احمد فتحي وقدامه مثلا جيرالدو، غيرت الاثنين دول وجبت وحيد وقدامه وحيد جاي والثاني وهكذا. لكن كله بيأدي التاكتكس نفس التاكتكس اللي هم متعودين عليها، الاوفرلاب من الشمال من اليمين والعرضيات نفس العمليه بيأديها جميع اللعيبه اللي موجوده مهما حصل التغييرات ديت. الرأي واضح للكابتن طه طبعا، انه فكره ان انت تحافظ على شكل الاداء بطريقه معينه وتحفظ كل اللعيبه دول كل واحد مهام مركزه مع القدره دايما على المرونه في ان انت تقدر تبدل اللعيبه، لانه ما شاء الله اللعيبه في الثلث الهجومي كمان كله بيلعب في كل المراكز، يقدر يلعب جناح يمين ويقدر يلعب شمال ويقدر يلعب في القلب ويقدر يلعب فيرود زي جونيور اجيه. ف تنوع هذه القدرات خالقه مرونه تكتيكيه موفره للرجل فرصه كويسه يا باشمهندس. عايز اقول حاجه. قول حاجه. ربنا بيدي للناس. أيوة. لحظات يا تستثمرها. أيوة. يتعدي عليها من غير ما تستفيد. بالظبط. ادالك تدرج في القوه في المباريات. فانت لعبت ماتشين في التصفيات دور
ال 64 وال 32 وبعدين لعبت السوبر الزمالك، دول اهلوك انك تلعب ماتش الزمالك وبعدين لعبت سموحه وبعدين رجعت لعبت كانوا سبورت في النص كانوا سبورت في النص كانوا سبورت. هذا التنوع في القوه والتدرج غيره ما استثمروش لما جات له نفس الظروف وراح مثبت وراح معتمد على نفس الاسماء واجهد الفريق وخدل زي ما بيقولوا كده همد اللعيبه بقيه العناصر بقيه العناصر همدت منك طبعا يعني ناس استهلكت وناس همدت فهو دلوقتي مش مهمه حد كل واحد مستني فيه لحظه هيجي يلعب هو من غير ما بيكلمهم بيفاجئ انه في التشكيل يقول لك انا بره هبتدي لسه بيفكر يتقمص بقى يلاقي نفسه في التشكيل مش في التشكيل ده بيلعب مش على الدكه فهو استثمر دي انه يشوف الفرقه كلها فديته في شويه حاجات ان طمنته على معظم العناصر انه قدر يحفظ كل العناصر اللي لعبت طريقه اللعب اللي عايزها في ماتشات متوسطه القوه وانا مندهش جدا ان يعني احد الزملاء الاعزاء الزمالكاوي يقول لك اصل الاهلي ما قابلش فريق جامد ده قابل الزمالك في النص وقابل سموحه ازاي ما قابلش فرقه جامده في نفس الوقت نفس المستوى ده من اللعيبه كل الانديه الاخرى ما عدا بيراميدز قابلت نفس المستويات بيراميدز هو اللي كان عنده شباب بولوزداد ده اللي كان اقوى من اي حد احنا قابلناه صحيح لطبيعه الجزائر ونبارك لهم انا عايز ابارك للفرق الاربعه انها تجاوزت الدور ده طيب لسه الزمالك صحيح قراره ما انتهاش احساسي انه يعني هيجي يقول لك طب انا مالي انا جالي جواب الا اذا في غلطه في النص في الكواليس ما نعرفهاش ما تطمن لهاش الاتحاد انت بتقول الاتحاد الدولي يقول له هيراقب هذا الامر هيحسمه يوم 8 يعني برضه حسمه يوم 8 بتقول لك ان هيبقى في قرار ما فيش فرصه للاعاده اللي هي كانت اقرب قرار عادل لكن ما فيش الفرصه دي خلاص الا اذا تاجلت مش معقوله هتتاجل القرعه القرعه يوم 9 طيب شيخ عبد الظاهر الساء بقى ورايه في مين؟ رايه في علي علي مين بقى يا باشا؟ علي ديانج علي ديانج علي ديانج اليو ديانج لسه كنا بنصلحها هو علي ديانج ده اللاعب المالي دي علي ديانج شوارب كمان عايز يثبت لنا علي بجد صوره له وهو في الحرم المكي بيأدي يعني مناسك الحج قبل كده قالوا ديانج لقوه بيسجد فقال لك فاستغربوا هو بيقلد مش فاهم لا ده فاهم يعني هو الحج علي ديانج او اليو معلوم اليو معلول ها اليو معلول علي معلول نشوف عبد الظاهر الساء ورايه في علي ديانج اللي الحقيقه بيبدا خطواته مع الاهلي من على ارض صلبه شويه نشوف ديانج يا كابتن عبد الظاهر مهم ان احنا ازاي نقدمه للناس او بلاش احنا نقدمه للناس هو كيف قدم نفسه للجمهور في اول مشاركه كامله رقم واحد يا كابتن النادي اللي بيلعب فيه نعم مهم جدا لما تلعب في نادي كبير لازم يكون عندك شخصيه وده يعني اهم من الكوره بكتير شخصيه جوه الملعب وبالذات لما تكون لاعب محوري زي نص الملعب او راجل بتفرق الكوره على الجناب او في العمق او اختيارك للباص مهم جدا المكان ده هو اللي بيحدد هنهجم منين هو بدايه الهجمه الحقيقيه هو الراجل المحوري اللي انا كمدرب بقول ان انا لما الباص ديانج يبقى ديانج هيكرر لان من الاطراف لا من العمق لا طويله نعم فالراجل عنده عين حلوه هو اللي بيختار انا هوزع فين هو ما تعرضش لضغوط النهارده زي ان انا اقول معاه كنترول يعني لا يعني عشان ايه سيطرت على الكره ما يكون عليه ضغط ما تعرضش لده فكان عنده الاوبشن الاسهل بيبان يعني احنا كناس فنيين نعرف الراجل ده في الزحمه في الزحمه هيعرف يتصرف ولا لا يتحرك ليه بقى بنبص على اناق رجليه وبنبص على وضعيه جسمه في استلام الكوره وده مهم جدا يعني انا النهارده لو جالي الكوره من سيرد باك وانا كدفندر كل جسمي لوش الملعب بقول عليه لا ده مش بيعرف حاجه حتى لو معلوش ضغوط ليه لانه وانا رايح استلم لازم يكون انا بالجنب لان لازم وانا جاي ممكن العبها مره واحده ممكن الف جسمي تفرق جدا
تلف افرق جسمي ووزعها على الاطراف. لازم انا شايف ظهري مين اللي ضاغط عليا، ده شيء مهم جدا. افرض السيرد باك اللي اداني الباص ده ورطني، ممكن في سيرد باك يقوم عطاها لك مظبوط طلقه طويله، يبقى انا عارف انا رايح فين، ممكن العبها انا كمان اردها لوحده. وده استاذ فيه حسام عاشور، كنا قاعدين نتفرج انا والكابتن وليد، بقول له مش ممكن معلم. تك تك على طول محضر طبعا. فذهنيا اللي في الحته ديت لازم ذهنيا يكون مفكر هو عايز ايه. طيب، واحنا بنستمتع بهذا الاداء واحنا شايفين هذا التنوع في القدرات واحنا مبسوطين من العدد الكافي والكتير من اللعيبه الحقيقه في قدرات متقاربه، لازم نتذكر فلسفه لجنه الكره في النادي، لجنه التخطيط والمتابعه، واللي قاله الشيخ طه وهو بيعلن او بيقدم فايلر المدير الفني. قال يا جماعه احنا عندنا مشروع، هذا المشروع انا بضيف لكم عليه، انه لجنه التعاقدات في النادي، مستشار اللجنه المهندس عدن القعي يمكن حرجا وهو موجود، لكنه الناس دي لازم تشكر لانه بذلت مجهود كبير جدا في كل مراحلها. لجنه التخطيط والمتابعه حطت عينها صح، رشحت عناصر، لما جت تختار مدرب تعرضت لانتقادات شديده جدا. اذكر الشيخ طه وقتها قال يا جماعه احنا جايبين مدرب صنايعي، احنا عايزين مدرب شاب بيشتغل بايده، عنده طموح وعنده قدره وعنده مجهود وباور انه ينزل الملعب. عندنا اخطاء كتيره، عندنا احتياجات تكتيكيه كتيره للعيبه، عندنا نواقص كتيره لبعض اللاعبين عايزين نستكملها للي جاي من بره وللي صاعد من تحت. فالفكره فكره مشروع، انت بتشكل فرقه، لجنه تخطيط ومتابعه بترشح، لجنه تعاقدات مهندس عدل القيعي والكابتن امير توفيق والناس كلها بتبذل مجهود عشان تلبي هذه الاحتياجات. عشان اضيف لك برضو ان برضو لجنه التعاقدات، عشان ده حق شباب لسه طالع يعني موجود في اللجنه دي، احنا بيجي لنا ترشيحات، احنا بندي لجنه التخطيط يعني لجنه التخطيط بيجي لها ترشيحات واحنا بنبعت لها ترشيحات، عشان كده كان في حوالي 30 40 سي في قدامهم في في المدربين. ايوه اللعيبه نفس الشيء، يعني قال له ديانج ده مش احنا مش متابعينه السنه دي، لا ده من فتره طويلا متابعينه. جيرالدو مثلا السنه اللي فاتت كل الناس رايحه في سكه والترشيحات موجوده، مش احنا بقى لما بتقدم انت الترشيحات اللي بتجيلك. وده انا بس بقول برضو للشباب والوكلاء اللي بيبعتوا بيزعلوا ان انا عايزني لازم بيبعت لي لازم ارد عليه، ارد عليك على مين ولا على مين؟ ومش مسؤوليتي. صحيح، انا دوري ان انا اوصل المعلومات ولما يتم الاستقرار عليه هبدا اشتغل. بس اذا استقر على حد من عندك او من غيرك هنشتغل. فعمليه الترشيح عمليه لاهي على فكره من النهارده بتبتدي تشتغل على الابجريد. ماذا لو جالك في المكان ده حد لعيب طلع عندنا فرقه كويسه؟ طب لو حد طلع، لو حد جاله عناصر مرشحه للتحرك، طب اقدر البديل مين؟ لو قدرت ان انا اطلعه واكسب فلوس واجيب واحد استراتيجي بقى، لازم يبقى انت شغال على طول بالطريقه دي. لازم. عشان كده الشيخ طه له راي مهم في مشروع فايلر، نشوفه. وانا شاعر ان هو حاسس ان هو عنده مشروع، مشروع لفريق النادي الاهلي. مشروع معناه ايه؟ مشروع ان انا في ذهني استراتيجيات معينه في الاداء، و عندي عمق استراتيجي للعيبه مختلفه موجوده عندي بقدر استخدمهم باستخدام كويس، وعايز اطور في هذا الفريق بحيث ان اخلي العقليه الاحترافيه متسلطه على اللعيبه كلها، قابلين كل التاكتس اللي بيقولها، قابلين التشكيلات اللي هو بيعملها، وهو شخصيته بهدوءه بيجبر اللعيبه على هذا. يعني هو بره ما يقلقكش وانت لعيب وانت بتلعب، راحت منك لعبه ما تلاقيش رياكشن سيء انه عمل كذا، لا ما بينلكش، ولذلك اللعيبه بتلعب بسلاسه. النهارده التاكتكس تلاقيها فلويد، يعني ايه؟ يعني ماشيه بسلاسه وسهوله، بتتنقل الكوره من يمين للشمال بالاوفرلاب كذا، ماشيه الكوره بشكل رائع جدا، على الاخص في الشوط الثاني لما الفريق لعب الكوره بالسرعه المطلوبه وبالاداء المطلوب. انا شايف انه يعني بدايات رائعه بالنسبه له، وبدايات رائعه بالنسبه للنادي الاهلي،
هيبني على حاجات تانية. النهارده هو المباريات اللي لعبها يمكن فيما عدا مباراه الزمالك اللي كان فيها ضغط شويه عليه في الشوط الثاني، لكن لابد انه يعرف ان هو هيقابله مباريات قويه في الدوري طبعا، وفرق فيها هجوم ضاغط، ازاي هينظم النواحي الدفاعيه بتاعته، سنتر باكس ازاي تمركزهم، الناس اللي بتلعب قدام السنتر باكس ازاي هيشتغل بشكل كويس. في مباريات بيبقى فيها لعيبه بتنزل بالخطوط زي عبد الله سعيد بيروح جاي ورا الاثنين، اقدر العب 4-1-4 بحيث يبقى الحته دي ما حدش يقدر يقف فيها، لازم هو هيتنبه لهذا الامر عشان برضه يستكمل الاداء في الجوانب الدفاعيه. الجوانب الهجوميه ماشيه بشكل كويس، اللعيبه كلها عندها هارموني في الاداء وسلاسه في النقل وتغيير موبيليتي في تغيير المحلات والنقل. محتاج ان هو برضه لازم اللعيبه بقى تشتغل ازاي تلعب كومباكت في النواحي الدفاعيه، ازاي الضغط، ازاي الرقابه، ازاي التغطيات، الحاجات دي عايزه، لان هيقابلك مباريات من نوعيه اصعب من المباريات اللي انت لعبتها. هتلاقي فرق سواء في افريقيا مستقبلا في المجموعات او حتى في اسماء الدوري، هتلعب مع فرق جامده في المصري، هتلعب الزمالك، هتلعب الاسماعيلي، كل دي فرق متطوره اكتر من الفرق الافريقيه. لازم يبقى هو عامل حساب لهذا الامر. قبل ما ناخد اخر فيديو عندنا، بس انا عايز ولا خلا نأجل الكلام، هنشوف كريم خطاب في تايم سبورت برضو رأيه ايه في فايلر وما حدث في هذه المباراة. سريعا بأخبار النادي الأهلي، وكرر الأهلي انتصاره من دقائق على كانو سبورت بطل الغينيا الاستوائية بالفوز 4-0 علشان يكون مجموع اللقائين 6-0. رجل المباراة أليو ديانج المالي في أول مشاركة ليه سجل أول هدف مع الفريق، ثم سجل المتألق النيجيري جونيور أجاي، ثم سجل حسين الشحات بطريقة جميلة أو هدف جميل في الشوط الثاني، واختتم البديل السوبر اللي دايما كل ما بيظهر بيكون حاضر صلاح محسن، ختم الأهداف في الدقيقة 88. الأهلي تأهل مع كل من سان داونز من جنوب أفريقيا، بيترو أتلتيكو من أنجولا، الترجي التونسي، بلاتينم ستارز من زيمبابوي، زيسكو الزامبي، الرجاء المغربي، كلهم اتأهلوا مع بعض لدور المجموعات. سيتم تقسيمهم على مجموعتين، كل مجموعة 4 فرق، ومن ثم المرحلة الحقيقية في دوري أبطال إفريقيا. طبعا لسه في كمان في انتظار الزمالك والمجموعة الثانية أو الناحية الثانية من الفرق اللي يعني في الطريق للتأهل إن شاء الله للدور المقبل. بايلر قال إنه الأهلي استحق الفوز بعد الأداء الرائع في المباراتين، وهناك تطور كبير في الفريق بالنسبة له على مستوى الشق الهجومي والشق الدفاعي، وكمان تركيز الفريق حاليا على تلافي الأخطاء اللي ظهرت في خلال الأربع لقاءات اللي فات. أضاف فايلر: هناك الكثير من اللاعبين أريد أن أراهم جميعا، بعض اللاعبين لدي عليهم ملاحظات ولا بد من التدوير بين اللاعبين لكثرة المباريات. واختتم فايلر تصريحاته في المؤتمر الصحفي وقال: مناقشتي مع الحكم كانت هادية جدا، ما حصلش أي مشادات، وكنت بعض يعني كان عندي تحفظ على بعض القرارات الخاصة بالحكم. طبعا ريني فايلر دخل تاريخ النادي الاهلي من باب واسع، ومن الممكن ان يدخل من باب اوسع في اللقاء اللي جاي بعدما حقق بدايه رائعه وهو الفوز في اول 4 لقاءات ليه، وهو المدير الفني الاجنبي الاول اللي حقق البدايه دي بعد مستر مانويل جوزي. لو الاهلي فاز تحت قياده فايلر على الانتقال الحربي في اللقاء اللي جاي في الدوري ممتاز، هيدخل فايلر التاريخ من اوسع ابوابه باعتباره بدا بدايه ملهمه جدا الفتره، قد تكون فترة من الفترات الناجحة جدا على مستوى المدربين الأجانب. رامي ربيعة مدافع الفريق قال إنه تأهلهم لدور 16 مهمة سهلة، وما زالت المباريات الصعبة بتنتظرهم في الفترة اللي جاية، والجميع يعلم قيمة بطولة إفريقيا بالنسبة للأهلي وأنهم سيقدمون الأفضل فيما هو قادم. أضاف كمان: بطولة إفريقيا هي أكبر تحدي بالنسبة لنا، وليس هناك تفكير سوى في التتويج ببطولة إفريقيا علشان خاطر الجمهور. استمتعت بالاهلي وانا استمتعت بالفقره. عايز اقول بقى يا استاذ ابراهيم، قول فايلر كل الناس خدت حقها، واولهم فايلر. نقفل بقى الصفحه بناء على توصياته هو وسياسه النادي الاهلي على اللي فات كله للي ما منظر، وانا بنعتبر ان هنشوف فايلر من جديد امام الانتاج، لان انا بشوف اصعب اختبار قبل الاختبار الافريقي الدوري المصري صعب جدا. على فكرة جداً المباراة جداً الأخيرة دي أول مباراة في الأربع مباريات الشوط الثاني يكون أقوى من الأول، يعني الثلاث مباريات اللي قبل كده خلاص حلو قوي. أنا بقى نفسي ننسى بقى البهجة اللي شفناها
ونطمع في بهجة قادمة بتركيز أكتر. آه. طيب في البطولة الأفريقية بقى، لأن القرعة يوم 9 إن شاء الله، يوم 9/10 يعني كمان 9 أيام تجرى قرعة دوري المجموعات. إيه اللي هيحصل؟ أنتوا عارفين إنه دوري المجموعات بقى من دور 16، يعني دلوقتي في 16 فريق اتأهلوا لدور المجموعات، كان الأول بيبقى في دور الثمانية. ال 16 فريق اللي اتأهلوا هيتقسموا لأربع مجموعات، كل مجموعة هيبقى فيها أربع فرق. هيلعبوا رايح جاي عشان يصعد الأول والثاني من الأربع مجموعات، يبقى في 8 هيدخلوا دور الثمانية، ويبقى دور الثمانية والدور قبل النهائي ماتشين رايح جاي وخروج المهزوم. لكن في دور الثمانية أو في دور 16 دوري المجموعات، الاتحاد الأفريقي هو بيعمل القرعة الأول، بيعمل مستويات، في مستوى أول ومستوى تاني. مستوى أول بمعنى الأربعة الكبار كل واحد على رأس مجموعة، ثم أربعة مستوى تاني، وأربعة مستوى تالت، وأربعة مستوى رابع. تبدأ تاخد واحد من كل مستوى توزعه على مجموعة من المجموعات الأربع اللي على رؤوسها الأربعة الكبار. الأربعة الكبار حسب نتائج كل فريق في المواسم الأخيرة، أعتقد بتحسب على الثلاث مواسم الأخيرة، مازيمبي والترجي والوداد والأهلي. مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والأهلي. الأربعة دول رؤوس مجموعات. المستوى الثاني يعني أي حد من اللي جايين دول ممكن يقع مع المستوى ده. المستوى الثاني في صن داونز والنجم الساحلي والرجاء البيضاوي والزمالك في حال إذا حسم القرار له. وهنا عايزين نقول حاجة، كقناة الأهلي وكمالك وكتابة، إحنا يهمنا تأهل الزمالك. تأهل الزمالك لشك لصالح الكرة المصرية، لأنه لما تلاقي مصر فيها فرقتين في دور المجموعات، أو ده كويس للكرة المصرية للمنتخب. لو الزمالك ما كملش في دور الأبطال وطلع القرار مش لصالحه، هينتقل للكونفدرالية، هيبقى للكرة المصرية ثلاث فرق في الكونفدرالية، بيراميدز والمصري والزمالك لو راح لهم. لو كمل هيبقى الزمالك مع الأهلي في دوري المجموعات. بس هو المشكلة والزمالك هيقول لك أنت اديتني جواب، أصل العملية معقدة جدا يا أستاذ إبراهيم. وقوع الزمالك حتى في مجموعة مع الأهلي في صالح الأهلي كما أنه في صالح الزمالك، لأنه مبدئيا كلاهما ارتاح من سفرية، هيلعب ماتشين في القاهرة. فبالتالي في كل حتى المرات السابقة اللي الزمالك وقع فيها مع الأهلي، الأهلي تفوق وتأهل، يعني الزمالك وشه حلو على الأهلي في أفريقيا. فأنت فكرة إن احنا منتظرين القرار، القرار حسب ما قالته الدوائر القريبة من الكاف يوم 8 أكتوبر يكون القرار. لو صعود الزمالك هيكون الزمالك في المستوى الثاني اللي معاه صن داونز والنجم الساحلي والرجاء المغربي. المستوى الثالث في اتحاد العاصمة وفيتا كلاب وزيسكو يونايتد وأول أغسطس الأنجولي. المستوى الرابع في الهلال السوداني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، شبيبة القبائل الجزيري وبلاتينيوم. طبعا لو الفريق جينيراسيون فوت السنغالي هو اللي طلع له القرار، ربما يتحط في المستوى الرابع، وساعتها لازم هيبقى في تحريك للمستويات، ربما الهلال السوداني أو شبيبة القبائل يتحرك للمستوى الثالث، وربما اتحاد العاصمة الجزائري أو فيتا كلاب يتحرك للمستوى الثاني. يعني هتلاقي فيه ترحيل، ده كله في ضوء ما سيتقرر بشأن هذه المباراة المعلقة بين الزمالك والفريق السنغالي. الملاحظ على 16 فريق اللي تأهلوا ان هم من 10 دول، يعني في 10 دول ممثلة في دور المجموعات، مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وأنجولا وزامبيا وزيمبابوي. في فرقتين أو في 6 دول ممثلة بفريقين، مصر وتونس والمغرب والجزائر والكونغو الديمقراطية وأنجولا. في 9 فرق من شمال أفريقيا، يعني العرب ليهم الحضور المكثف، مصر وتونس والمغرب والسودان. يعني إذا اعتبرنا السودان من ما هوش من الشمال الأفريقي، إنما مصر وتونس والمغرب. 4 فرق من وسط أفريقيا، 2 فرق من غرب أفريقيا، 1 فريق من جنوب أفريقيا، ولا توجد أي فرق من دول عريقة في كرة القدم زي مصر وتونس والجزائر والمغرب. في من دول شمال أفريقيا، إنما ما فيش تمثيل لدول كروية عريقة في القارة. نيجيريا مش موجودة، الكوت ديفوار مش موجودة، الكاميرون مش موجودة، وغانا والسنغال فيما لو جينيراسيون
ما خدش قرار. ده القرعه في 10 فرق ابطال. بصوا بقى عشان المساله مش مستحمله الدلع. المهندس عدلي قال لك خلاص استمتعنا واتدلعنا، نبدا نركز اكتر لان اللي جاي صعب. اللي جاي صعب. دور المجموعات يا جماعه هيبدا من نهايه 11 يعني كمان شهر 29/11 هيبدا دور المجموعات، هيفضل شغال بالشكل ده رايح جاي لغايه 6/3. 6/3 اتعرفت الثمان فرق اللي هتصعد. دور الثمانيه هيبقى من 3 ابريل لغايه 12 ابريل يخلص دور الثمانيه، تبقى صعدت الاربع فرق لقبل النهائي اللي هيتلعب من 24 ابريل ل 3 مايو. طب الفاينل 30 مايو نهايه البطوله. ده التعديل بتاع الاتحاد الافريقي عشان تاخد فتره كافيه جدا وطويله للاستعداد ان شاء الله البطل يستعد فيها لبطوله العالم للانديه اللي بنتمنى ان شاء الله تعالى يكون النادي الاهلي. الاهلي زعيم القاره وسيدها في هذه الفرقه يا باشمهندس، عنده بين العشر ابطال اللي موجودين في هذا الدور الاهلي عنده 8 بطولات. الزمالك لو تقرر استمراره في البطوله عنده 5 القاب، مازيمبي عنده 5 القاب، الترجي عنده 4، الرجاء عنده 3، الوداد عنده بطولتين، النجم الساحلي وصن داونز وفيتا كلاب وشبيب عندهم بطوله، شبيبة القبائل عنده بطولتين، في فرق مشاركه تبحث عن حضور جديد ليها في البطوله ما عندهاش ولا لقب زي الهلال السوداني واول اغسطس الانجولي واتحاد العاصمه الجزائري وازيسكو يونايتد الزامبي وايضا بترو اتلتيكو الانجولي وبلاتينيوم الزيمبابوي. دي البطوله اللي تخلص 30 مايو علينا وعليكم بخير. هو انت بتحسب بس بطولات ابطال الدوري؟ ايوه. لكن في البطوله دي لوحدها. طب البطولات لا ده في بطولات في الكاس وفي بطولات في السوبر. انا بتكلم على القاب البطوله دي بالذات. ما علينا. طب انت سردت سرد جميل ويعني هناخد زيادة الإنتاج ولا عايز تطلع فاصل؟ هنطلع لفاصل بناء على رغبة شوارب اللي ما بنقدرش نأخر له طلب مع إنه بيأخر لنا طلبات كتيرة. إلى فاصل وبعد الفاصل في الطريق إلى زيادة الإنتاج إن شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد نحو مزيد من زياده الانتاج. الاهلي الاربعاء ان شاء الله في برج العرب يلتقي مع الانتاج الحربي، مباراه مهمه في الدوري. الانتاج فريق محترم يقوده الكابتن مختار مختار بكل خبراته اللي اعتاد فيها على تقديم عروض قويه في المسابقه، ايضا بادئ بدايه قويه يا باشمهندس ما يجعل المباراه مهمه. لا هو الانتاج في كل اللقاءات ماتش مرهق جدا جدا. يعني ربنا يعده لنا على خير ونواصل الانتصارات باذن الله. خلي بالك يكاد يكون الكابتن مختار هو المدرب المصري الوحيد اللي مستمر بقاله 3 سنين مع فرقته. بيقدم مستويات هايله الحقيقه. يعني هو اللاعب بس الاهلي ما يعيد اللقطه دي. دي مباراه الدور الاول السنه اللي فاتت. طيب في مران كان فني وخطط استعدادا للانتاج، كان في فتره او فقره للشوتنج من بره. سيزا او ديفيد سيزا المدرب العام للاهلي عمل فقره خاصه جدا للتدريب على الكرات العرضيه بمشاركه بعض اللعيبه. ريني فايلر المدير الفني ركز على بعض الجوانب الخططيه اثناء المران وبعض الجمل اللي انتوا بداتوا تلاحظوها. الفريق بيعمل بعض التريكات الجديده خاصه في الكور الثابته الضربات الحره او الكرانر، هتلاقي باستمرار في تريكايه معينه الفريق متمرن عليها. فايلر كمان عمل جلسه خاصه قصيره مع رمضان صبحي لتاهيله للمباراه اللي جايه، كما انه محمود متولي قلب الدفاع المصاب خضع لاشعه علشان تحدد نسبة استجابته للبرنامج التأهيلي وبيواصل علاجه اللي زي ما قلنا قبل كده هيغيب 5 أسابيع، يعني إن شاء الله شهر ويرجع محمود متولي للملاعب بإذن الله. عمار حمدي لاعب الأهلي الصاعد هو مواليد 99 متسجل تحت السن،
ايضا بيخضع لفحص طبي قبل بداية التمرين علشان يطمنوا على حالته ويشوفوا فرص مشاركته في التدريبات الجماعية اللي جاية. عمار كان بيشتكي من بعض الالام في الظهر وكان عنده نزلة برد. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بينسق مع المنتخبين بقى، المنتخب الاول بقيادة الكابتن حسام البدر المدير الفني، والمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، حول اللعيبة اللي بيستدعيهم المنتخبين للفترة اللي جاية. ده يمكن ابرز اخبار الفريق قبل مباراة الانتاج الحربي. انت لما تشوف عدد اللعيبة بسم الله ما شاء الله في المنتخب الاول والاولمبي ما شاء الله، يعني فريق المنتخب الاول يتوقع انه يقلش العدد عن 9. هو 9 مختار 9 فعلا. والباقي موجود مع المنتخب الاولمبي. صحيح، هي دي القماشه وهي دي الكفاءه بقى. المباراه هتكون في الاسبوع الثاني لبطوله الدوري، المباراه الساعه 8 في برج العرب باذن الله تعالى. الاهلي فاز في الجوله الاولى على سموحه 1-0 بهدف رمضان صبحي، والانتاج فاز في الجوله الاولى المباراه في استاد السلام، عفوا الاهلي والانتاج في استاد السلام. الاهلي فاز في الجوله الاولى على سموحه بجون رمضان صبحي، والانتاج الحربي فاز في الجوله الاولى على اف سي مصر 3-0. الاهلي والانتاج اتقابلوا قبل كده 16 مره، 15 في الدوري ومباراه واحده في الكاس يا باشمهندس. الاهلي تفوق على الانتاج 12 مره، اتعادلوا 4 مرات، الانتاج لم يسبق له الفوز على الاهلي. مباراة الاهلي والانتاج شهدت 3 تعادلات ايجابيه وتعادل سلبي وحيد. اول مباراه للاهلي كانت مع الانتاج الحربي موسم 2009-2010، فاز فيها الاهلي بهدف سجله عماد متعب اللي المره دي هيكون في استوديو التحليل يحلل هذه المباراه. لعيبه الاهلي سجلت في شباك الانتاج 25 هدف، يعني في زياده في الانتاج ما شاء الله، ما استقبلت شباك الاهلي 9 اهداف فقط. محمد فضل عضو اللجنه المشرفه على اتحاد الكوره بيتقاسم هو وجونيور اجاييه اللي موجود دلوقتي وعبد الله السعيد اللي راح بيراميدز لقب هداف الاهلي في مباريات الانتاج، كل منهم له 3 اهداف، ومحمد محمود عبد ربه الشهير بفيليكس مفيش منهم دلوقتي عنده متبقي الا جونيور اجاييه. جونيور اجاييه فقط المتاح للمشاركه. فيليكس ده كان لعيب في النادي الاهلي، يعني غير فيليكس الغاني. اكبر انتصار الاهلي كان له على الانتاج الحربي كان 3-1 في الدور الاول في موسم 2013-2014. في كاس مصر زي ما قلت لكم اتقابلوا مره واحده في موسم 2009-2010، انتهت بفوز الاهلي 2-1، سجل محمد فضل الهدفين وسجل كان سامح العيدروس هدف الانتاج الوحيد. مباريات الاسبوع الثاني، حرس الحدود تعادل مع وادي دجله 2-2، ام بتعادل مع طلائع الجيش 1-1، المقاولين تعادل مع سموحه 2-2. الدوري فيه تعادلات كتيره، فيه نديه واضحه. اللي دهشك حرس الحدود مع وادي دجله تقدم وادي دجله 2-0، تعادلوا 2-2. انبي مع طلائع الجيش تقدم انبي وتعادل الجيش. المقاولون العرب بقى سموحه تسجل والمقاولين يتعادل، سموحه تسجل والمقاولين يتعادل. الا ان المقاولين كان عمل ماتش كويس قوي في المباراه. اف سي مصر تعادل مع اسوان 0-0. اليوم الثلاث بكره الاتحاد هيلعب مع الجونه، يوم الاربع الاهلي والانتاج الحربي وقبل منه الاسماعيلي والمصري في ديربي القناه، يوم الخميس ختام الاسبوع طنطا مع بيراميدز والمقصه مع الزمالك. دي مباريات الاسبوع الثاني في الدوري اللي زي ما قلت لكم بادئ بنديه واضحه جدا. في ذكرى ميلاد الايقونه هذه الايام، مبدئيا قبل ما نتذكر أيقونة الأهلي الحارس الأمين على مبادئ وتقاليد النادي الأهلي، خلينا كمان في الأول نترحم على روح الكابتن صفوت عبد الحليم مايسترو الأهلي الصغير، لأنه واحد من حريفة الكرة المبدعين. اللي ما شافش صفوت عبد الحليم، مرت سنة على رحيل صفوت عبد الحليم، هيفوتوا لعيب مش هيكرر، مش هيكرر لأن مهاراته خارقة، لأنه له مهارات خاصة بيه هو. أيوه، ستايل لعيب هو. اولا انت لما تقابله رفيع كده وسفيف وصوته واطي، لا يمكن تقول عليه لعيب كوره، ولكن ولاعب هادئ الطبع، انتاجه عالي جدا، ما كانش يجري كتير لكن كورته سريعه جدا، لان قراره كان بيسبق استلامه للكوره. لاعب من طراز فريد، ويعني احد الذين استقطبوا انتباه الكابتن صالح، وحب
فريق الناشئين عشان صفوت وزيزو وبعد كده الكابتن الخطيب ومصطفى عبده ويعني قال معهم مدير كوره يهتم بيهم ويشعر بقيمتهم ويشعرهم بقيمه الاهلي هيبقوا اعظم جيل، وده اللي خلاه مسك هذا الجيل علشان يقدم لنا جيل التلامذه الرائع. الف رحمه ونور على روح الكابتن صفوت عبد الحليم، لكن كمان في ذكرى ميلاد الايقونه، واحنا ليه بنتوقف شويه في ملك وكتابه عند بعض النقاط البارزه، عند بعض التواريخ المهمه، عند بعض الرموز النصعه، عشان الاجيال الجديده تعرف هي بتحب الاهلي منين، تعرف قيمه الاهلي جت ازاي، تعرف كيف احب هؤلاء العظماء الاهلي، ازاي حافظوا عليه، ازاي الاهلي وصل لهم ولماذا بعد 100 سنة بهذا الشكل وهذا المستوى. مختلف وليه الاهلي مختلف، واختلف ليه، واختلف بمين، واختلف علشان ايه؟ اختلف علشان في تاريخه الكثير من هؤلاء الرموز العظماء، في رموز عظيمه جدا في تاريخ الاهلي. الاهلي صدقوني اكبر واكثر من مجرد فريق او نادي، الاهلي فكره كبيره قوي في حضن واحضان هذا المجتمع. الايقونه الكابتن محمود مختار التتش، تقدروا تقولوا الحارس الامين على مبادئ النادي الاهلي. انا سمعتها من الكابتن صالح نفسه مره بساله والله يا باشمهندس سؤال صريح، انت كده منين؟ قال لي بالتتش. ايوه بصراحه. ايوه طبعا. قلت له ازاي يعني، ازاي تكون الكابتن صالح سليم بكل هذه الـ 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 القيم الثابته الصلبه اللي جواه؟ قال لي من الكابتن مختار. عارف التتش ده؟ اه. عشان ادي لك بس كانت عقليته عامله ازاي. مره كسبانين السكه الحديث 6-1، اه، وكابتن حلمي ابو المعاطي رحمه الله عليهم جميعا خارج ومبسوط بقى وفاكر، قابل مختار التتش، افتكر مختار التتش، هيقول لهم برافو يا اولاد. قال له فرحان على ايه؟ جاي لي مفشوخ قوي، ده انتم ضايعين 12 جول. قال له الله الله يكون في عون السكه الحديث. قال له انت بتزعق لنا يا كابتن، الله يكون في عون السكه الحديد. السته الحديد اه. ومره ثانيه محبي يوسف كان شاب عايق قوي كده، كان حليوه، فكان حاطط بلوفر اصفر على كتفه وقاعد يعني ماشي في النادي، قابل التتش بص له كده قال له لبست لي الاصفر ادي دقني لو نفعت. كان معاييره يعني الجديه، الجديه المطلقه وما يفوتش حاجه يعني. وبعدين هو يعني لا هو كان رئيس نادي ولا، انما كان اهم شخصيه في النادي، لا رئيس نادي ولا عضو مجلس اداره، لكن الحارس الامين على تقاليد الاهلي واخلاقه وقيمه، قيم الاهلي وتقاليده اللي بتزعل ناس. انت عارف كمان لا الاهلي له تقاليد شديده، هو جه من رحم القيم يعني. يتوقف حسين حجازي، ايقاف حسين حجازي عشان ما استلمش الميداليه كانت فرصه صعود هذا الناشئ بالزبط. سواء في الاهلي او منتخب مصر عشان يعمل اللي عمله ويتالق مع النادي الاهلي ومع منتخب يعني مصر. حارس القيم الاهلاويه ولد من رحم ازمه قيم. كابتن محمود مختار محمد رفاعي، ده الابن الثالث للدكتور محمد رفاعي حكيم باشا مستشفى الاسكندريه، كان من مواليد الاسكندريه، اشتركوا سنه 8 سنين في فريق مدرسة محمد علي الابتدائية في ميدان السيدة زينب عندما انتقلت أسرته للإقامة في القاهرة، كان أصغر لاعبيها سنا وجسما وأكثرهم مهارة. حصلت مدرسته بقى في السيدة زينب على كأس المدارس الابتدائية كلها، انتقل للمدرسة السعيدية في الجيزة، لم يهزم فريق السعيدية طول السنوات اللي موجود فيها محمود مختار، حصل على شهادة البكالوريا، دخل كلية الحقوق سنة 1922، بدأت مرحلته مع النادي الأهلي مع حبه الكبير قوي. التحق بالنادي الأهلي عام 1922 لما اكتشفوا النادي، ضموا لفرقته، لعب في الفريق الأول، أولى مبارياته كانت مع ضد الطيران الإنجليزي في الكاس السلطانية، فاز الأهلي وقتها 2-1، سجل التتش هدف الفوز. كان كابتن منتخب مصر كرة القدم في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، شارك في 3 دورات أولمبية 24 و28 و36، اختير كأحسن لاعب في دورة أمستردام، مثل مصر في كأس العالم في إيطاليا عام 34، اختير ضمن نجوم الكأس بإجماع لجنة سبعية من أبرز نقاد الكرة
في العالم، اعتزل سنة 1940 يعني لعب في الأهلي سنة 22 واعتزل سنة 40 يعني 18 سنة كورة في الأهلي. نال وسام الرياضة من الطبقة الأولى سنة 65، توفي عليه رحمة الله في 21 فبراير 65. لقب التتش أطلق على الكابتن محمود مختار لأنه كان الإنجليز لما بيتفرجوا عليه، التتش ده لاعب السيرك المهاري خفيف الحركة، أحد لاعبي السيرك اسمه التتش، بيطلق على اللاعب القصير المكير البهلوان في حركته على السيرك، فالإنجليز انبهروا بيه سموه التتش لسرعة حركته وخفة الأداء بتاعته في الملعب. البداية الحقيقية لمختار التتش في مدرسة القيادة الأهلوية كانت لما قرر حسين حجازي الموقف اللي المهندس عدلي أشار إليه، قرر يسيب الأهلي ويروح المختلط على إثر أزمة طبعا شارة أو عدم الصعود لاستلام الميداليات في نهائي الكأس السلطان حسين ماتش الترسانة. كان قرار الرائد جعفر والي باشا بإيقاف حسين حجازي ولادة التلميذ القائد مختار التتش. كان لقاء الأهلي والمختلط، مختار التتش رغم صغر سنه كان 23 سنة وقتها، لكن تمكن من سد فراغ الكابتن الكبير حسين حجازي اللي الأهلي قال له فليذهب حجازي إلى أي مكان شاء يعني ويبقى الأهلي بتقاليده. هو كان مصنف أنه أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية حتى وقتها يعني، وأن حجازي كان الفرقة اللي بيلعب، بس واضح أن حجازي كان حاسس بنفسه قوي لأن حتى ما يقول لك فرقة حجازي كان كل شيء منسوب إليه. صحيح. التتش كان متواضعا تواضعا جما. دي كلها قيم يعني ولما ده يبقى راعي القيم والكل بياخده مثله الاعلى. انت قلت لي ده الايقونه. ده الايقونه لان هو ده النشافه اللي شفطت كل القيم من الاجيال السابقه واللي ما احتفظتش بيها ضختها في الاجيال القادمه. صحيح. شوف بقى، مش نشافه بقى، سفنجه. عند اعتزاله اتكتب فيه شعر الزجل اللي قيل في اعتزاله: ياللي بتستفتى الاسبور مالك محتار، ازاي بتدور على كابتن راح فين مختار، في رايي لو جعلوا الكابتن بالانتخابات كان غيره ياخد صوت واحد وهو الوفات، بتوع الاولمبيك شافوا لعبه قالوا ده القاس، لو كان في مصر ثلاثه زيه كان تاخد الكاس، يا تتش ارفع رايتك واعمل مجهود يرعاك ويحميك المولى من كل حسود. الناس كانت زمان لذيذة وفاضية يعني رايقة. صحيح. يعني انت تجد الشعر كان احد المتنفسات او الملاذات اللي بيعبروا فيها عن اللغة مشاعر. اللغة كان اللغة راقية. لغة عالية يا شيخ والله، احنا فين والدنيا دي لغة عالية قوي. احنا فين والدنيا دي فين؟ وبعدين لما نقعد نمسك في الكلام ده يعني اكننا بنتكلم من كوكب تاني او ما توجعوش دماغنا. طيب، مالك وكتابة كان يهتم كتير قوي. صحيح. مالك وكتابة كان يهتم في احياء ذكرى كابتن محمود مختار التتش، استضفنا بنت عظيم الاهلي او بنتي عظيم الاهلي، هم اللي استضافونا ساعتها وقلنا لهم نحن في رحاب آل التتش، مدام ناديه التتش من بطلات كره اليد ومدام ماجده التتش. نفكركم بمدام ماجده ومدام ناديه التتش وهم بيتكلموا في ضيافه ملك وكتابه او ملك وكتابه في رحابهم في الحديث عن الأيقونة العظيم مختار التتش. لما مات والدي يعني مختار التتش ده يعني كان حاجة اتعمل له حاجات يعني ما اتعملتش لحد بعده ولا قبله، يعني فعلا حتى صالح سليم اتعمل له طبعا لكن مش قد التتش، يعني لغاية النهاردة استاد التتش، يعني استاد التتش ده على لا مش بس استاد التتش، يعني ما فيش مناسبة هو توفى سنة 65، يعني يبقى كام سنة؟ 55 سنة تقريبا. لا 35 65 45 سنة 45 زيادة 17 سنة تقريبا 50 سنة تقريبا 50 سنة متوفي، لكن ما فيش مرة أبدا حد بيتكلم على مبادئ النادي الأهلي وأخلاق النادي الأهلي وتقاليد النادي الأهلي غير لما بيجيبوا سيرة مختار التتش، يعني فعلا ما حصلتش ولا مرة بعد 50 سنة من وفاته، فدي حاجة غريبة جدا يعني،
وإن دلت على شيء يبقى إن هو فعلا كان أساس القصة دي كلها. يعني عاوز أديك حاجة مثال، يعني أكيد هو برضو يعني إحنا كنا صغيرين خالص، وكان بابي عنده عربية، فكان زمان ما كانش فيه الشارتن والحتة دي في الميدان ده، فكان نمشي لكل بياعين الفل اللي في المنطقة، ما مختار بيا مختار بيجروا ورانا عشان يحطوا له الفل، يعني عربيته معروفة يعني. فده برضو يعني ناس العامة اللي في الشارع عارفينه بيجروا وراه. جميل ان الابناء يفخروا بابوهم، وجميل ان الاب يسيب هذه الذكرى العطره والقيمه، اجمل ميراث ممكن يسيبه لاسرته ان يفخروا بيه لحد النهارده. بص الانسان سيره بيبقى عامل ازاي. شوف لحد النهارده سنه 65، شوف الفخر اللي دول بطلات رياضيات على فكره، وحاجه رائعه جدا. مختار التتش كان كل الناس في النادي الاهلي تشيل هم كلمته. يعني شوف بقى تأثيره، إن لحسن مختار بيزعل، لحسن مختار هيقول حاجة مش عارف إيه عشان أصل مختار كذا. ولذلك لما أنت بتقول لي صالح سليم تأسى به وشرب منه، هو ده صالح سليم فعلا. يعني هو ده التجسيد الحي لمختار التتش، كان صالح سليم، كان صالح سليم بإضافاته بقى العصرية. لكن برضو كل الناس كانت شايلة هم كلمة صالح سليم. صحيح، رحمة الله على الجميع. صحيح، وهم دول لما يسيبونا النهاردة احنا ماسكين في تلابيبهم لحد النهاردة. ده الدستور غير المكتوب، مواقف الأهلي. طيب مدام ماجدة ومدام نادية افتكروا كمان كابتن التتش والمناصب. كان في حاجة اسمها حكماء النادي الأهلي، فكان بياخدوا رأيهم في كل حاجة، هو اللي بيفكر يرشح. ما لقاش هو عنده احتياج لهذا انه يبقى، لأن كان فكري أباظة وابن خالته كمال حافظ وهو وناس كتير جدا موجودين في النادي. عيلة ما كانش محتاج انه يبقى رئيس النادي عشان يبقى هو وعيلة الشرعية كلهم الناجلة. يعني كان كل دول يعني زي تقول ايه، هما اللي بي 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 بيسألوا على كل حاجة حصلت في النادي. ده مش عشان ما هوش مؤهل اداريا، يعني هو كان وكيل وزارة الشباب يعني. هو اللي عمل اول قانون للرياضة. فيعني هو مؤهل جدا يعني، وكان صالح فعلا يعني كتير جدا كان بيسأل بابي في حاجات كتير بالنسبه للنادي وقرارات كتير للنادي. كان تلميذه، كان تلميذه، كان متبنيه والد يعني، وهو كان فعلا بيرجع له في حاجات كتير جدا، وحس يعني شاف هو بنفسه ايه هي مبادئ النادي الاهلي اللي هو ارساها مختار التتش. لا يعني ما كانش عندهم حاجة اسمها يعني مصالح لنفسهم، ما لا يطلب شيء لنفسهم، كل شيء لصالح النادي الأهلي. يعني ما حصلش أبدا أنه أخذ أي ميزة زيادة في النادي الأهلي، حياتهم النادي الأهلي، حياتهم فعلا النادي الأهلي. يعني أن تصبح الأهم في النادي وانت مش عضو مجلس اداره ولا رئيس نادي ومش طواق، ولو ترشح كان هيكتسح اي انتخابات، لكن هو محطوط المرجعيه لاي حد، رئيس الكوره، هو كبير كبراء النادي الاهلي. هو من خارج شيخ القبيله. اللي كل يرجع له هو المرجعيه اللي يتعمل حسابها. كان وكيل وزاره الشباب والرياضه، وتوفى سنه 65. يعني وساب وراء هذا التراث الرائع اللي كلنا نهلنا وتعلمنا منه، ونتمنى الأجيال القادمة تفحت في جدوء في تاريخ الأهلي وتطلع بحاجه كده. هي دي قيمة الأهلي، وهو ده دستوره غير المكتوب. الأهلي عبارة عن مجموعة قيم، الأهلي عبارة عن سيرة عظماء، الأهلي عن مجموعة رموز عاشت، قدمت، أخلصت، أنتجت، خلقت هذا التراث المتراكم من المواقف، من البطولات، من السير والقيم، اللي كل مسؤول نادي
خدوا بالكم التاريخ هو الرقيب. اي رئيس نادي اي مجلس اداره راح جه هيجي عشان كده بقول كل واحد النهارده موجود بيحكموا دستور تكرم التاريخ بالظبط تتصرف غلط لا كده الاهلي ما يعملش كده. ولذلك هي دي المسطره الحاضره عند كل الناس من ولاد النادي الاهلي ورموزه وقياداته اللي بيتولوا وفي ذهنهم دايما وابدا مسطره النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي. عندهم ما يفخروا بيه يا استاذ ابراهيم. يعني انت ايه اللي بيخليك تمسك في القيم دي؟ انت بتلاقي نادي انت فخور بيه خايف يتخدش فبتحافظ على اللي انت شفته. ذلك انا بقول لهم يا اولادنا يا شبابنا حبوا الاهلي كما وجدتوه. ان تكون اهلاوي دي نعمه كبيره جدا. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في 11 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.